عمر هيكون ام سي كيو، ماشي. الجزء بتاعي ما فيهوش مسائل، ف يعني ممكن المسائل اللي تبقى موجودة في الجيناتيك زي ما قلنا المرة اللي فاتت، اللي هو الفيتنس فانكشن او الايكويشن والكروس اوفر الميوتيشن، الحاجات البسيطة دي. فما اعتقدش ان ممكن يبقى عليها مسائل شديدة. يعني هو حتى في اكزامبل في الاخر لامم الشرح الدنيا عاملة ازاي. تمام، ده بالنسبة للام سي كيو. الام سي كيو بتاعي مثلا ممكن يبقى ايه، هيبقى معظمه عن الثيوريتيكال او فهمك العام. يعني مثلا الجريدينت سنت كان الفانشنج بيحصل امتى، الاكسبلودنج احله ازاي، الجيتس كل جيت بتتكلم عن ايه مثلا. تمام، ممكن بنك اسئله. ما وعدكوش الصراحه يا شباب، ما وعدكوش ان انا ممكن اعمل بنك اسئله. اوكي، يعني انا بقول لكم يعني شكل الاسئله ممكن يبقى عامل ازاي. تمام، لكن بنك يعني انا على بال ما اعمل نموذج او اتنين تلاتة ليكو، فاعتقد ان البنك بتاعي يبقى خلص على النماذج. بس الموضوع مش هيبقى صعب قوي، يعني هو انت لو فاهم السلايدز هتبقى الدنيا تمام. مش هتطرق للكودز بتاعت اللي هو الامبورت بقى تنسور فلو ولا باي تورش ولا الحاجات دي، بالرغم ان الحاجات دي مهمة جدا جدا، وعلى الأقل لازم تبقى عامل حاجة بإيديك. يعني نصيحة من أختكم، حاولوا دربوا إيديكم. يعني دلوقتي اليوتيوب مليان مليان كتير قوي، فحاولوا تبقى أي تيتوريال كده تجربوها بإيديكم. والجيت هاب بيبقى عليه بروجكتس حلوة، فحاولوا يا شباب تنزلوا، شوفوا أي بروجكت يعجبكم، ولو حتى كلاسيفيكيشن بسيط خالص اعملوا له كلون واشتغلوا عليه. شوفوا بس هو حتى بيبقى كاتب طريقة التسطيب وطريقة كل واللايبرز اللي هو استخدمها، واعملوا له ران، اعملوا ران وافهموه. بس ده المطلوب منك في الحالة اللي انت فيها دلوقتي. شوف كذا بروجكت، ادخل على كاجل. كاجل بتنزل ديسكريبشن لبروبلم معينة، وبتنزل الداتا سيت، وفي ناس بتتبرع وتحلها وتطلع افضل بيرفورمانس. ادخلوا حاولوا كتير، شوفوا على كاجل دي وشوفوا الحاجات اللي تهمكم، فهتلاقوا في كل المجالات. تمام، فالموضوع ظريف قوي. وزي ما قلت لكم، موضوع الـ AI engineer دلوقتي مطلوب. تمام، وشركات كتيرة طالبة، حتى فاليو اللي هي كانت كلها هاردوير وامبيدد دلوقتي طالبة AI engineer. وحتى برضو جيزا سيستمز اللي فيكم بيتعامل مع دكتور هيثم، تمام، جيزا سيستمز طلبت ناس ماشين ليرنينج. تمام، فالموضوع لا مطلوب، مطلوب بكثرة. التوبكس دي لو حد شايفها صعبة، أنا كل اللي بشرحه أنت ده ثيوريتيكال، تبقى أنت فاهم الأبروتش ماشي إزاي. وزي ما قلت لك، أنت تقدر تنزل بروجكتس، ولازم لازم أوي الناس اللي حابة المجال تنزل بروجكتس وتجربها بإيديها. تمام، البروجكتس يا جماعة ما فيهاش الثيوريتيكال اللي أنا بقوله، هو أنت بتعمل امبورت لللايبرري وبتشوف طريقة تكوين اللايرز مع بعضيها، والشغل والدنيا بتبقى بسيطة. بس يعني الدنيا أوضح من كده وأسهل من كده بكتير، ماشي. بس أنت كمهندس لازم تبقى فاهم الترانسفورمرز متكون من إيه، ماشي، رايح فين، جاي منين، عشان وأنت لو هتعمل حاجة بعد كده بإيديك and so on. يعني لكاكة شوية بس، معلش بقى. هنتكلم النهاردة عن موضوع تاني خالص، كإضافة أو استكمالا للحاجات اللي احنا عملناها قبل كده. المفروض ان انا بعمل دلوقتي شير سكرين. اوكي، هل هو دلوقتي واصل لحضراتكم؟ اوكي، هنتكلم النهارده عن introduction للreinforcement learning. تمام، التوبكس اللي انا بقولها لو ناس مستصعباها وتقول ان انا بديكم حاجه اوفر عن طاقتكم، يا جماعه ارجعوا للكورسات. انتوا شفتوا الكورس بتاع ستانفورد وبيركلي وهارفارد، الحاجات دي كلها موجوده في نفس الكونتنت. تمام، بلس ان في الار ال مثلا مدرسه كورس كامل لوحدها، فانا بديك بس مجرد انترودكشن. والحاجات دي يعني انت خلاص كمبيوتر انجينير، فالحاجات دي انت المفروض تبقى عارفها. يعني هي بتبقى متخرج والحاجات دي انت مش عندك انترودكشن عنها.
تمام. فيا جماعة أنا مش شايفة خالص إن أنا بديكوا حاجة فوق طاقتكم، بالعكس أنا بحاول أبسطها لكم. وتاني وتالت لو شوفوا المحاضرات اللي واقعة معاكم أنا ما عنديش مشكلة، أنا اديتكم 6 محاضرات ما عنديش مشكلة أديكم 6 مواعيد تانيين وأشرحهم لكم تاني، ماشي شباب؟ فالمحاضرة المرة دي من جامعة هارفارد، أنا حسيت إن هي ظريفة كتير عن بتاعة ستانفورد وبيركلي. يعني أنا المرتين اللي فاتوا اشتغلت معاكم ال RNN وال LSTM وترانسفورمرز من ستانفورد والجان من ستانفورد وبيركلي، وال RL المرة دي من هارفارد. حلو قوي، ماشي يا شباب. مجرد ما اخلص هرفع لكم البرزنتيشن تمام، وهقول لكم التوتوريال اللي ممكن تشتغلوا عليها. ال يا ربي طيب، تعالوا كده ناخد مقدمة عامة كده ونركز فيها مع بعض. يلا يا شباب بصوا بقى، قبل ما ابتدي، حد فيكم لعب لعبة الأتاري بتاعت زمان وماريو والحاجات دي؟ اللعب دي كانت موجودة أيام التسعينيات، يعني أنا قديمة شوية عنكم فكنت بلعب الجيمز دي وأنا صغيرة، فالجيمز دي كانت موجودة زمان وكنا بنحب نلعبها قوي. طيب الـ RL دلوقتي يا باشمهندسين، الـ RL بتفيدني قوي، يعني لو ناس لعبت ماريو وجربت الستبس اللي هو بيمشي بيها، الـ RL احنا ماريو كان ممكن ابرمجها باي لغه برمجه مفيش مشكله، وكان الجيناتيك لو الناس اللي حضرت معايا المره اللي فاتت شافت الجيناتيك الجوريزم وهو بيحاول سويمنج وهو بيحاول يجامب تمام. فالجيناتيك كان بيدور على افضل سوليوشن، لان هو برضو متخذ من نظريه داروين اللي هو الانتقاء والافضل السوليوشنز، فكان ده كانت جيناتيك الجوريزم بتدور على افضل السوليوشنز اند سو اون. فكان بقى من ضمن السوليوشنز دي كان مثلا الجيمز تمام. الار ال بقى النهارده تطبيق حلو قوي على الجيمز، ماشي. فهنبتدي بقى كبداية، هبتديها كجيم. الجيم الصغيرة اللي عندي النهاردة، أنا عندي هنا زي ماوس فور تمام، ادي الفور اهو بيحاول ان هو يوصل لقطعه الجبنه تمام. طيب بس انا عندي في سام دينجر هنا كده يا باشمهندسين، ان هو لو جه عند واحده من دول هيبقى كده، هو هيبقى كهربا كده وايه خلاص كده اللعبه فشلت، فيضطر ايه لعبه جديده ان سو اون. طيب تعالوا بقى نشوف، ادي اول خطوه يبقى ده التيرم ب1 اهوت، ادي الستيت اهو الانيشال ستيت البدايه خالص، وده التارجت ماشي. الاحتمالات اللي الفار هيطلع بيها، اما يمشي من الناحيه دي او يمشي من الناحيه دي او يمشي، هو الفار دلوقتي الفار غبي على فكره، يعني مستوى الذكاء عنده قليل شويه، فهو هيبتدي يحاول يتعلم. اوكي يبقى التيم نمبر 1 حاول يطلع فوق اهو، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل هنا زي شت داون، اللي هو في مشكله، في ايرور حصل. اوكي فهو كده اتمسك، فكده اللعبه فشلت. يلا عيد تاني التيم نمبر 2، ها يبقى انا لما مشيت المره دي حصل صاعقه، فهيمشي بقى المره دي فين؟ المفروض يمشي المره دي هنا، فيمشي المره دي كده تمام. طيب وهو هنا قدامه تو اوبشنز، اما يطلع فوق او يمشي في الجنب ده. اوكي طيب هيختار، هو مشي هنا فبرضه حصل شت داون، يبقى دي مشكله حصلت. اوكي طيب تعالى بقى، هو مشي كده المره اللي فاتت، هو اتعلم من اخطائه، اتعلم ان هو ما يطلعش على طول هنا، والمره دي المفروض يتعلم ان هو ما يمشيش هنا، فيبقى دلوقتي الاوبشن متاح ان هو يطلع فوق. اوكي يبقى ده كده الاوبشن اهو. طيب قدامه دلوقتي كذا اوبشن، اما يمشي من الناحيه دي او يمشي الناحيه دي او يطلع فوق. اوكي فيختار ايه؟ على حسب. يبقى خلاص هو اختار الناحيه دي، فيحصل ادي ها فيلير الاتم نمبر 4. هيمشي بقى المفروض ايه؟ طبعا خلاص اتعلم من الخطا المره دي هنا، فيمشي الناحيه دي، وتعلم الخطا المره دي هنا فيطلع فوق، وتعلم ان هو الخطا كان المره دي هنا، فالمفروض هو يعمل ايه؟ يطلع فوق. اوكي طيب وبعدين اوبس حصل هنا برضو المره دي كهرباء، ادي فيلير. طيب مره كمان، يلا يا باشمهندسين ادي هيمشي المره دي هنا. طيب ويتعلم من اخطائه يطلع كده او لان هو طلع وخاف يطلع من هنا، فمشي كمل كده وراح مكمل كده، فاوبشن كده في مشكله. يلا المره دي هيمشي ازاي؟ يبقى كده لحد ما ايه
سكسس، يبقى هو كده وصل للسوليوشن. هي دي ببساطه شديده جدا الار ال. الار ال ايه بقى اللي بيحصل؟ ان انت موجود تمام، وانا عايز اعمل ايه؟ عندي شويه محاولات، عايز اوصل لتارجت معين، وانا عندي في بروبلمز وعوائق هتقابلني. فانا دلوقتي ايه اللي هيحصل بقى؟ يبقى انا دلوقتي عايز اتفادى العوائق دي واختار الاوبتيمال سوليوشن او الاوبتيمال باث اللي يوصلني للتارجت بتاعي. يبقى ده ببساطه شديده الار ال، الريانفورسمنت ليرنينج. تمام، هندخل بقى العناصرها بس اشوف لو في حد من زمايلكم. اوكي، لحد دلوقتي حد عنده اي استفسار في اي حاجه؟ انا ما قلتش حاجه يعني صعبه قوي، انا بقول لك جيم. تمام، يبقى ده كده بالنسبه لمين؟ للجيم البسيطه دي. طيب هنا افورمال ديفينيشن، تعالى بقى نشوف ايه هي بقى الار ال، الريانفورسمنت ليرنينج. الريانفورسمنت ليرنينج دوت يا باشمهندسين ده اريا من الماشين ليرنينج. اوكي، طيب خلينا نتكلم كده الماشين ليرنينج او الاي اي. الاي اي بصوره عامه يا شباب، انا دلوقتي الاي اي ده عام وشامل جدا. طبعا دلوقتي مندرج من تحتيه كذا حاجه. الحاجه الاولى يا شباب زي في الماشين ليرنينج، تمام، ماشين ليرنينج، وفي البيج داتا، تمام، ده برانش برضو البيج داتا من الاي اي. الماشين ليرنينج جه تحتيها بعد كده الديب ليرنينج. تمام، الديب ليرنينج ان انت بدل ما كنت بتستعمل 2 لايرز 3 لايرز، يعني دكتور عمرو لما بيشرح لكم نيورال بيبقى هنا 2 3 لايرز وشكرا على كده. طيب انا لما باجي استعمل، لا انا بستعمل ديب ليرنينج، انا ممكن اقول لك الريز نت، الريز نت في 34 لاير، وفي ريز نت 50 لاير. اوكي، في الفي جي جي ده نوع من الكونفوليوشنال نيورال نتورك برضه بيوصل ل 50 لاير. طيب كل ده ديب ليرنينج، ان انا بزود من عدد اللايرز بتاعتي. اوكي، طيب برضه من برانش منهم برضه يا شباب هيجي على الار ال اللي هو الريانفورسمنت ليرنينج. تمام، ده برانش من الاي اي برضه. طيب الريانفورسمنت ليرنينج دوت بيعمل ايه يا باشمهندسين بقى؟ دوت هنا هاو سوفت وير ايجنت او تو تيك اكشنز in an environment in order to maximize the annotation of cumulative reward. ايه هي cumulative reward؟ ان احنا في الحاله بتاعتنا دي مش مهندسين، ان انا عايز اوصل لمين؟ للريورد بتاعتي او التارجت بتاعي. طيب ايه اللي بيحصل؟ reinforcement learning، ان انا بيبقى عندي الايجنت او عندي الفار بتاعي دوت بيفضل يعمل محاولات لحد ما يوصل للتارجت بتاعه. تمام، طيب انا بيبقى ريل انفايرمنت، انا بيبقى في حاجه حقيقيه وانا اوريدي بحاول ان انا ايه اتفادى المخاطر علشان اوصل للتارجت بتاعي. طيب برضو كتعريف لو هنعرفها، الار ال دوت هنا ده نوع من الماشين ليرنينج. تمام، انيبل هنا ان ايجنت تو ليرن، هو هنا الفار ما كانش عارف اي حاجه، فهو الايجنت دلوقتي اللي هو الفار بتاعي هيبتدي يتعلم مع انتر اكتيف انفايرمنت باي تراي اند ايرور. هو المره الاولى لما جرب لقى في كهرباء اللي هو في فيلير فخرج، المره الثانيه يبقى الطريق اللي فات كان وحش فانا هاخد الطريق اللي بعديه اند سو اون. طيب الكلام دوت بيبقى ايه اللي بيحصل بقى؟ يبقى انا عندي هنا في زي فيدباك. الفيدباك في الماشين ليرنينج اللي احنا بنشوفها زي بتبقى الباك بروباجيشن او الجريدينت سنت، هنا بقى بيبقى الار ال بيبقى لها فيدباك اوريدي وعن طريق الاكشنز والاكسبيرينس اللي انا باخدها من المسارات اللي فاتت. تمام، طيب الكلام ده كله ده الماثيماتيكال دوت بيساعدني علشان ابني الديسيجن ميكنج بروسيس في النكست ستيج بتاعتي وهكذا. طيب الار اللي احنا بنشوفها فين؟ بشوفها في كذا حاجه، بشوفها في الجيمز. تمام، الجيم اللي هو البوينت اللي انا بفضل اطلعه وانزله دوت. تمام، الترافيك طبعا دلوقتي السيلف درايفنج كار معتمده جدا على الار ال، ماشي، انها لو فجاه ظهر قدامها انسان او لو ظهر في عربيه مفاجاه تعمل ايه انسو ان وازاي تتحرك وازاي تعمل كده. الروبوتكس طبعا، الروبوتكس دلوقتي انتوا لو تشوفوا على لينكد ان او على يوتيوب هتلاقوا كميه روبوتكس وازاي بتتصرف وازاي بتقدر تهندل الحاجه او التاسكات اللي بتشتغل عليها. فدلوقتي الار ال موجوده بكثره في الروبوتكس والترافيك والجيمز. اوكي، طيب الـ elements of الـ RL، أقبل بس زمايلكم. كل اللي أنا قلته لحد دلوقتي ده مجرد introduction، حد عنده أي استفسار في الـ introduction البسيطة دي؟ أوكي،
طيب في 2017 حصل حاجة ظريفة قوي. في لعبة اسمها لعبة صينية مشهورة قوي، مش فاكرة اسمها دلوقتي. المهم الروبوتكس يا باشمهندسين قدر يهزم أشطر لاعب، كان هو لعبة مشهورة في الصين في جنوب شرق آسيا، قدر يهزم أشطر لاعب فيها. فدلوقتي الـ RL اللي حققت من بعد 2017 بدأت تنتشر بطريقة رهيبة، وبدأ الـ RL algorithm بدأ إن هو ينتشر أكتر. أوكي، على آخر المحاضرة كنت افتكرت اسم اللعبة. أوكي طيب، ده الجيم اللي احنا بدأنا نتعامل بيها. تعال بقى نشوف عناصر الـ RL. أول خطوة عندي يا باشمهندسين هو الـ agent. تمام، مين الـ agent؟ ده كده الـ agent بتاعي أهوت، هو بيبقى اسمه كده أو الـ client، بس هي عامة بتبقى اسمها agent. أوكي، ده اللي بيبتدي هو ياخد الـ steps بتاعتي ويتعامل بيها. أوكي طيب، فين بعد كده؟ بعدين عندي هنا الـ reward بتاعي أو الـ target بوزيشن بتاعي، يبقى ده الريورد اللي انا هحصل عليه. طيب البيئة المحيطة بتاعتي دي كده كلها ايه؟ ده الانفايرومنت. ماشي، طيب كل خطوة انا ببتدي انتقل بيها يبقى ده الاكشن بتاعي، انا هتحرك الناحية دي، لا ده انا هتحرك الناحية دي، لا ده انا هطلع، لا ده انا هنزل. فكل ده اسمه الاكشن، الاكشن اللي انت هتعمله. طيب وبعدين انت دلوقتي في ستيت، ده الانيشال ستيت، هبتدي اروح لستيت نمبر 1، ستيت 2، ستيت 3، ستيت 4 اند سو اون. فكل التقسيمات دي كلها ستيتس، من مرحله لمرحله هنتقل من بوزيشن لبوزيشن. اوكي، فدي عناصر ال ار ال reinforcement learning. ده اول خطوه، الايجنت بتاعي اللي هو الانتيتي ذات تيكس هنا ايه a set of actions to fulfill هنا a set of goal. تمام، يبقى انا دلوقتي هبتدي اخد actions عشان اوصل لجول معين. طيب الانفايرمنت، الانفايرمنت بقى اللي هي البيئه بتاعتي كلها، everything the agent interacts with. تمام، the agent هنا may or may not know the dynamics of the entire environment. يبقى هنا الايجنت ممكن يبقى عارف الداينامكس بتاعتها المفروض اتعامل معاها ازاي، وممكن ما ابقاش عارف عنها اي حاجه، فاللي كلاينت ايرور بقى وافضل اخبط فيها لحد ما اوصل للتارجت بتاعي او الريورد بتاعي. طيب ايه هي بقى الستيت؟ ده السيجنال ذات هنا تيلز ذا ايجنت هاو ذا انفايرمنت از ات ا جيفن تايم. يبقى هو هنا دلوقتي ممكن اروح للستيت دي، الستيت دي سيف. طيب انا لو انتقلت للستيت دي، الستيت دي ان سيف. اوكي، فهو هنا بيقول لي هاو ذا انفايرمنت از ات ا جيفن تايم، يبقى في التايم دوت كانت ان سيف. طب الاكشن، الاكشن دوت هنا possible actions that agent can take in the environment بتاعي، يبقى هنا الاكشن بتاعي ممكن اطلع فوق او امشي الناحيه دي، يبقى ده كده possible actions بتاعتي. طب لو انا هنا، لا ده انا ممكن امشي كده، ممكن اطلع فوق، ممكن امشي الناحيه الثانيه، فدي كده possible actions بتاعتي. اخر حاجه بقى reward بتاعتي ده numerical value that forms هنا the basis for an action to be taken، يبقى ده كده بناء عليه امشي، يعني امشي زي كده ولا كده. تمام، وده هنا الريورد بتاعتي في النهايه. اوكي طيب، دي عناصر اي reinforcement learning، ممكن تشوفها بالطريقه اللي انت شفتها على الاكزامبل بتاعك. في ناس تانية تحب تحطها كانفايرمنت وتحطها ايجنت، وفي سهم رايح وسهم جاي، فعلى حسب ما انت هتشوفها مفيش اي مشكله خالص. في كل الاحوال هي دي عناصر ال RL. تمام، reinforcement learning. طيب exploration versus exploitation، تعال بقى نشوف. لو انت هنتكلم عن الاكسبلوريشن، اكسبلوريشن ان انا اجي اهوت وهبتدي اعمل ايه، اكسبلور هنا الترافيك دوت او الباث دوت. تمام، طب لو ما انا مشيت كده، طب امشي كده وهكذا. طيب هنا كان I try given right، انا لما اخدت هنا right I might just find the cheese faster، يبقى انا ممكن ابتدي افكر كده exploring، يعني امشي يمين، طب امشي شمال، طب اعمل كذا، انا ممكن الاقيه. فهو long term return is increased، انت بتاخد هنا long term مسار طويل. اوكي طيب، تعالى بقى هنا exploitation. exploitation دوت انا موجود هنا، طب انا همشي كده، طب انا همشي كده. طيب انا ممكن افكر ايه، ها do I just go left like before، انا ممكن افكر زي ما انا خدت المره اللي فاتت، انا مشيت left المره دي. تمام، طب انا ممكن لو مشيت left يكون ايه سيف، انا بدور على السيف اكتر.
تمام. هنا كان بيدور على فاستر، ازاي اوصل اسرع، لكن هنا انا بدور على السيفتي بتاعي. دوت بيقول لك هنا بيتر immediate ريورد، يبقى انا دلوقتي انا ممكن اوصل بس انا بدور على السيفتي اكتر. اوكي طيب، من ضمن بقى السوليوشنز علشان ابتدي بقى احل البروبلم بتاعتي، انا البروبلم بتاعتي مش كل مرة هتمشي. شو ايه شو دي؟ لا الجيمز ما كانش اسمها شو دي. اللي هي اوكي طيب، علشان ابتدي احل الريينفورسمنت ليرنينج، اول حاجة تبتدي تخطر على بالي هي الماركوف ديسيشن بروسيس. اوكي طيب، انا عندي كذا سوليوشن للار ال، معظمها احنا اتفقنا ان هو تراي اند ايرور. فتراي اند ايرور في الماشين ليرنينج او في الرياضه بصفه عامه هي بيعتمد على البروبابيلتيز، تمام، الاحتمالات. بروبابيلتي هنا لو انا خدت ديسيجن كذا البروبابيلتي بتاعته هيديني الايه، تمام، لو انا خدت كذا ممكن يوصلني لايه، تمام. طيب وبالتالي يبقى اول سوليوشن هو الماركوف ديسيجن بروسيس. بعديها يا شباب هيبقى في البالمان ايكويشن، وبعد كده هنوصل على الكيو ليرنينج، تمام. كيو ليرنينج دوت بيعتمد على الريكورنت نيورال نتورك، تمام، سوري، بيعتمد على النيورال نتورك بصفه عامه، وده بيقدم لي البيست سوليوشن. هناخد يعني مش استفاضه، يعني انا دي انترودكشن، فحاول بقدر الامكان نقول جنرال ايديا بتاعت الحاجات دي كلها، تمام، ونقول بعض الايه الترشيحات للكورسات لو انتم عايزين. اوكي طيب، الماركوف هنا decision process بيعتمد على ايه؟ احنا اتفقنا ان يا شباب هنا ده كده الايجنت بتاعتي او الانفايرمنت، عندي مجموعه من ادي الايجنت، الاكشنز، الستيتس، انفايرمنت، الريورد، تمام. فانا لما اجي بقى ابتدي احل، اولا لازم اعرف هنا الستيتس بتاعتي، فانا بعمل set of states، تمام. يبقى انا بعمل set of states من اول state واحد لحد state t. اوكي، وبعدين ببتدي اجيب هنا البروبابيلتي بتاعت الستيت، ها، بلس 1 بالنسبه للستيت الحاليه وبالنسبه لباقي الستيت، لما انتقل من البروبابيلتي دي الى بروبابيلتي كذا، فهي البروبابيلتي بتاعتي هتساوي البيست ايه بروبابيلتي بتاعتي، فهتبقى هنا البروبابيلتي بتاعت الستيت بلس 1 بالنسبه للستيت الحاليه، تمام. يعني انا بفكر هنتقل الى ستيت بلس 1، فانا عايز اروح الفيوتشر ستيت بتاعتي، فانا بشوف الايه البروبابيلتي بتاعها. طيب انا ببتدي اعمل ايه بقى؟ يبقى هنا في حاجه اسمها ستيت ترانزيشن ماتريكس، انا ببتدي ابني هنا البروبابيلتي بتاعه كل الستيتس الموجوده عندي، هنا ستيت 1 وهنا الستيت 1. طيب انا البروبابيلتي بتاعتي هنا ادي اهو 1 1 الى ستيت ان. اوكي طيب، وهنا السم اوف ايتش رو از 1، بيقول لك هنا الستيت او البروبابيلتي بتاعه ان تو ان، فانا ببتدي احسب البروبابيلتي بتاعتي اللي انا واقف عندها بالنسبه لباقي الستيتس، وابتدي اختار الايه الافضل بروبابيلتي عندي. اوكي، وابتدي اقول ان هي دي اللي انا هاخدها. يبقى اول خطوه في الماركوف ديسيجن بروسيس هبتدي احسب هنا الستيت ترانزيشن ماتريكس، يبقى انا ببتدي احسب البروبابيلتي عند الستيت اللي انا واقف عندها بالنسبه لباقي الستيتس، وهبتدي اشوف مين بقى هنا تو اول سكسيسور هنا ستيتس، تمام، وايتش رو هنا كاركترايز اول بوسيبل ترانزيشنز فروم وان ستيت اس 1 تو اول بوسيبل ستيتس. فانا هشوف انا عند اس 1 تو 1 البروبابيلتي بتاعتي بالنسبه لنفسي لو انا فضلت فيها، ما انا ممكن الاقي خطر حواليا، فانا في ات جيفن تايم انا هفضل في الستيت بتاعتي، ده كده يعتبر هي ادتني احسن بروبابيلتي، فانا مش هبتدي اجدد ولا اغير في الستيت اللي انا واقف عندها. طيب ات تايم ان مثلا هبتدي اشوف لا ده في probability عند ستيت كذا هتبقى هي افضل، فابتدي انتقل للستيت اللي عليها الدور، تمام. طيب تعال شوف اكزامبل كده، لما عندي هنا ادي الاس از ا سيت اوف ستيتس، ده فاينايت ستيتس،
دايما الستيت بتاعتي الستيتس بيبقى فاينايت، عندي هنا مجموعة ستيتس وانا بتحرك مع، عارف انا هروح من ستيت واحد الى ستيت اتنين او من كلاس واحد الى كلاس اتنين and so on. والبي دوت اللي هو الستيت ترانزيشن ماتريكس. تعالى كده نشوف انت في كلاس 1، اوكي لو انا في الكلاس 1 عندي ايه؟ عندي probability ان انا 50% ان انا اروح على كلاس 2 دايركت، انا واحد مجتهد واروح على الايه السكشن الثاني and so on، او في واحد لعب شوية حضرت شوية وبعد كده اما افتح فيسبوك كده تمام، مجرد ما فتحت فيسبوك انا عندي احتمالية 1 من 10 ان انا اخرج منه واروح اكمل على الكلاس اللي انا فيه، او 9 من 10 ان انا افضل في الفيسبوك ان انا ابتدي افضل فاتح فيسبوك وابتدي اكمل فيه. وده اللي بيحصل لمعظمنا، معظمنا بيفتح السوشيال ميديا بيفضل يعني بياخد منها وقت كبير قوي، فده كده ادي الاحتماليه بتاعت ان انت تفضل في الستيت دي فتره اطول. اوكي طيب مجرد ما تفوق منها وترجع بقى للكلاس اللي انت كنت فيه، افرض بقى رحت هنا كلاس 2 دايركت، كلاس 2 دايركت عندي كذا احتماليه، 8 من 10 ان انت تروح على كلاس 3 او 2 من 10 ان انت تروح على سليب ستيت تمام، وتكمل وتكبر دماغك وتنفض بقى انا خلاص خلصت مثلا 2 واقوم اروح بقى كفايه. اوكي او 8 من 10 ان انا هبتدي اروح لكلاس 3، كلاس 3 بقى عندك هنا ايه 4 من 10 ان انت تروح على الكلاب، او 6 من 10 ان انت الباس. ومعظمنا اللي كمل كلاس 3 هيروح يكمل على الباس ويخلص نفسه، وبعد ما يخلص يروح ينام وشكرا انا كده خلصت بقى. انا كده اخدت الريورد بتاعي واخدت الايه البيست ستودنت اند سو اون تمام. في احتماليه تانية الكلاب او الكافيه، ان انت ممكن تخلص كلاس 3 تروح على الكافيه مثلا او الكلاب تمام. طب الكلاب بقى انت ممكن ترجع او تروح على كلاس 2 او كلاس 3، فدي كل دي البوسيبل بتاعي البوسيبل اكشنز. اوكي فبناء عليه انت ممكن تختار. طيب الماركوف ديسيجن بروسيس ال ام دي بي هنا بروفايد ا ميثود فور تو فورمالايز هنا سيكوينشال ديسيجن ميكنج. انا دلوقتي انا عايز اخد ديسيجن بتاعي تمام بناء على مجموعه من اكشن انفلونس، انفلونس اللي هو تاثيرات متبادله مع بعضيهم، والريورد بتاعي تمام. طيب يبقى انا دلوقتي عندي مجموعه اكشنز ومجموعه ريورد تمام، زي هنا كده مجموعه اكشنز انا لو اخدتها هبتدي اخد الاكشنز كذا، الريورد في النهايه ان انا هخلص ويبقى باس بتاعي ويبقى كده انا ارتحت وخلصت من السنه مثلا او خلصت من الكورس اند سو اون تمام. وعندي مجموعه سبسيكونت ستيتس وفيوتشر ريورد. اوكي فبيبقى عندي هنا ايه مجموعه ادي الانفايرمنت وهنا الايجنت، الايجنت بياخد اكشن يروح على الانفايرمنت، الانفايرمنت اما هتديله مكافاه تمام، او زي هنا كده في هنا مكافأة 50% يروح على الكلاس التاني، اديني 8% 6 من 10 يبقى انت كده باص، يبقى انا كده خدت الايه الريورد كاملة. او ان انا ممكن يبقى في بعض التعطيل في النص كده، ممكن اروح على حاجة جانبية فيبقى ده هتقلل لي من الريورد بتاعي. فتعالى بقى نشوف انت دلوقتي ات ستيت زيرو ايه اللي بيحصل بقى؟ انا في initial state اوكي ادي state zero، هيبقى عندي ادي الـ a zero ده الريورد zero. اوكي هبتدي انتقل من الايجنت اروح على الانفايرمنت، الانفايرمنت اهوت اخدت ريورد ار 1 اوكي. طيب وهبتدي انتقل لاس 1 هروح لستيت جديده الاس 1 اوكي. طيب الاس 1 بالار 1 انا دلوقتي معايا الريورد القديمه مع الاس 1 هبتدي اخدهم واروح ادي الايجنت بتاعتي اهي يا باشمهندسين، يبقى هبتدي بناء عليهم هاخد اكشن اي 1. طيب والاكشن اي 1 هروح في الانفايرمنت هل هيلقى استحسان ولا لا تمام، فهيأثر عليا وهيأثر على الريورد بتاعي، فيبقى عندي ريورد 2 سواء الريورد الاصليه كانت زادت او قلت فانا اوريدي خلاص عندي ريورد وعندي ستيت جديده او ستيت اس 2. هروح كده ادي الايجنت بتاعي بناء على الريورد والاس 2 هبتدي اخد ايه؟ هاخد اكشن جديد، هاخد الاكشن بتاعي وبناء على الاكشن بتاعي هروح واتعامل مع الانفايرمنت اند سو اون تمام. يبقى انا ده هبتدي ده دايره هبتدي افضل اروح واجي لحد ما اوصل للتارجت بتاعي. اوكي فيبقى هنا دوت ايه اللي بيبقى عندي هنا البي دوت هنا الداينامكس اوف ذا انفايرمنت. طيب هنا البي ده الاس داش او الاس الجديده اللي هي الستيت الجديده هتبقى بناء على ايه الريورد بالنسبه للستيت القديمه وادي الاكشن، يبقى ايه ده انا هنتقل لستيت جديده تمام ومعايا الريورد ومعايا الاكشن اللي انا المفروض هتحرك بيه. طيب ده بيبقى عباره عن ايه probabilities. طيب عندي هنا ادي الاس كابيتال اوف تي ده السيت اوف ستيتس مجموعه الستيتس كلها، وانا اخترت منهم ستيت جديده تمام، يبقى دي بناء على الستيت الجديده اللي انا هروحها والريورد الجديده بتاعتي بناء على الريوردز القديمه مع الستيتس اللي انا مريت بيها قبل كده
تمام، والست اوف اكشنز بتاعتي هختار منهم اكشن معين. تمام، يبقى هو ماركوف ديسيجن بروسيس بيعتمد على ايه؟ بيعتمد ان انت عندك ستيتس، هنتقل من ستيت واحد الى ستيت اتنين اند سو اون لحد ما اوصل للاوبتيمال ستيت. وفي كل مره انا بيبقى معايا الريورد بيعمل لها تجديد، وفي كل مره انا بختار اكشن بناء على الريورد القديمه، تمام، وابتدي اتعامل مع الجديد اللي معايا. فيبقى ماركوف ديسيجن بروسيس هنا ده عباره عن تيوبل. تيوبل دوت حاجه في البايثون بيسمح ان انت تبقى زي مالتيبل اريز. اوكي، عندي هنا الستيتس، مجموعه من الستيتس، الاكشنز، البروبابيلتيز او اللي هي البروبابيلتي ماتريكس بتاعتي، الريوردز بتاعي، واللاندا اللي هو ديسكاونت فاكتور. تعال نشوف بقى ايه كل واحد دوت. ده هنا الاس دوت السيت اوف ستيتس، ده فاينايت محدد، انت ما عارف ان انا عندي مجموعه ستيتس معينه، ماشي، بيبقى عامه 5 ستيتس او 6 ستيتس وات ايفر. بقى الايه دوت هنا البوسيبل اكشنز بتاعي برضو بيبقى فاينايت محدد، انا عارف همشي يمين شمال فوق تحت، ده كده كل الاكشنز اصلا اللي بتبقى متاحه عندك. تمام، البي ده بقى هنا الستيت ترانزيشن ماتريكس اللي احنا شفناها، اللي هي البروبابيلتيز بتاعه الستيت الجديده، تمام، بالنسبه للستيتس اللي قبل كده، بالنسبه للستيت القديمه، وهاخد اكشن معين. تمام، طيب يبقى انا كده ببتدي احسب الايه الستيت ترانزيشن ماتريكس بتاعي، ومنها بختار الستيت الجديده هيبقى شكلها عامل ازاي. وعند كل ستيت انت بتختارها بيبقى فيه ريورد فانكشن بتاعي، اما بوزيتيف اور نيجاتيف. الريورد فانكشن بتاعتي ميزتها ايه؟ لو بوزيتيف يبقى كمل انت ماشي في الاتجاه الصحيح، لو هي نيجاتيف بيبقى عندي كذا احتمال، اما ترمينيت ان الاكتيفيتي باظت خلاص زي ما شفناها في الفار قبل كده، تمام، او ان انت الريورد دي قليله وبالتالي ابتدي حسن من نفسك مره ثانيه، الاتجاه ده وحش ما تمشيش فيه، ابتدي اختار اتجاه تاني. تمام، الجاما ده هنا ديسكاونت فاكتور وهنشوفه كمان شويه. طيب التاسكس اللي عندي، عندي هنا ابيسوديك تاسك وكونتينيوينج تاسك. طيب اشوف لو في حد بس زمايلكم عايز يدخل. اوكي، يبقى دلوقتي التاسكات اللي احنا هنبتدي نتحرك بيها، تمام، في عندي episodic و continue. تعالى نشوف episodic tasks بيبقى انا عندي هنا ايه. اول حاجه التاسك الاولى هنا reset، يعني ايه reset؟ ان انا حصل مشكله، تمام، وابتدي اعمل reset، ابدا من اول وجديد. تمام، معروف الريسيت ان هو هنا هبتدي الفور بتاعي في الانيشال ستيت، وادي التارجت، ودي مجموعه الايه المخاطر الموجوده اللي عندي، يبقى دي اول حاجه عندي. طيب وفي هنا ترمينيت، ترمينيت دوت هنا ستيت او ابسودك تاسك بيبقى ايه؟ لو انت لمست اي خطر يبقى اعمل ايه؟ ترمينيشن. تمام، طيب هنا ادفنشر ابتدي كمل اللي انت لسه موجود في الستيت بتاعي وابدا كمل معايا. فهنا episodic tasks بيبقى هنا a task ذات هنا consists of episodes، تمام، which end naturally in a special state called هنا terminal state، ماشي، يبقى ده كده مجموعة الايه الepisodes اللي عندي. طيب ال terminal state we reset back to the start state، يبقى في عندي هنا ال initial خالص اللي هو ادي reset. اوكي، طيب في ال termination، ايه ال termination time؟ انا ممكن في هنا الترمينيشن بيبقى في عندي حاجه من الاثنين، اما ان انا لمست خطر من المخاطر الموجوده اللي عندي، او بيبقى في ممكن لو انت عامل سيت تايمنج ليها، لو انت بعد تايم معين ما وصلتش للتارجت بتاعك يبقى اعمل ترمينيشن. انت ممكن تبقى زي متاهه كده عمال تلف وتدور حوالين نفسك، فانت ممكن تبقى ايه تعمل الترمينيشن ده. اوكي، في ريتيرن هنا دوت هنا ان ذس تاسك تايب از سمبل هنا سمشن اوف ذا ريورد، بيبقى هنا بيبقى في كل مره انت بتعمل ريتيرن الريوردز بتاعي بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن السمشن بتاع الريوردز بتاعتي فروم هنا اي بتساوي تي بلس 1 تو تي، يبقى هنا عندي ادي الانيشال ستيت بدات اتحرك، هي عامه هنا بتبقى في الفينشن، يبقى انا بدات اتحرك هبتدي اعمل ريورد 1 لان انا خدت هنا 1، وبعدين هنا ستيت جديد اخدت 2، هطلع هنا يبقى 3 4 5 and so on، يبقى ده كده تزود في الريورد الفانكشن بتاعتي. تمام، ابتدي احسب ده episodic tasks.
continuing tasks بقى هنا task where there no natural break، يبقى أنا مفيش break، مفيش حاجة هتوقفني. تمام؟ طيب it goes هنا continuing without a definite limit، يبقى هنا الفاينل ستيب بتاعتي تي بتساوي ما لا نهاية. تمام؟ ببتدي أحط هنا discount factor جاما، ده هنا ببتدي أحط الجاما بتاعي، يعني أنا هنا مكانش فيه أي discount، هنا ببتدي أحطه. تمام؟ discounting factor دوت هنا introduced when computing the return، أنا عايز أبتدي أحسب ال return function بتاعتي. طيب الجمع ده إيه الميزة بتاعه؟ هو determines هنا the present value of future reward، reward هنا received k steps from now is worth هنا only gamma k minus 1 times. تمام؟ طيب الجامعة دي عامة بتبقى ما بين الصفر وما بين الواحد، وابتدي احطها واضيفها على الريورد بتاعي. طيب ايه الميزة؟ هتوضح اكتر دلوقتي لما ادمجهم مع بعض. انا مش هيبقى عندي زي الابيسودك، انا الابيسودك كان هنا مجموعة ستيتس، عند كذا افصل، عند كذا افصل، او عند كذا ابتدي ريسيت او كمل. لا، هو هنا كونتينيو ابتدي كمل، انا مفيش عندي هنا فاينل ستيب، حتى لو حصل ايرور ممكن اعالج نفسي بنفسي وابتدي اكمل، واحط هنا جاما ريورد هنا دوت ابتدي اقلل في الريورد القديمة. طيب تعال نشوف اكزامبل هنا بيجمع بين episodic and continue. طيب علشان اكومباين الاتنين مع بعضهم بيبقى في حاجة هنا absorbing state. absorbing state بتشمل بيبقى episodic في الأول، و absorbing state تاخد بقى ال continue تفضل يكمل and so on. طيب one determination of an episode، يبقى هنا we go to this state that transitions to itself and generate only rewards of zero. يبقى absorbing state rewards بتاعتها دايما بتبقى بزيرو. طيب ال return t rewards هنا بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى هنا return for ما لا نهاية rewards. انا ممكن ابتدي اجمع لك rewards and so on لحد ما لا نهاية، مفيش فيها اي مشكلة خالص. تعالى اشوفها كإكزامبل. انا عندي مجموعه ستيتس اهيت، ادي ستيت اس 0 اس 1 اس 2، وادي الابزوربنج ستيت. الكونتينيوينج ستيت بتبقى هي عباره عن السهم ده، ان انا خلاص انا جيت انستق فيها، انا وقعت فيها خلاص. تمام؟ وهي بتديني الافضل، بتديني ريورد اعلى، زي ما شفناها في بتاعه الفيسبوك. الفيسبوك كان بيديني مثلا 9 من 10، فانا ببتدي افضل رايح خلاص جيت انستق وقعت فيها، فانا مش عارف اخرج منها. تمام؟ طيب هبتدي من البداية خالص اهوت، ادي انا عند ال S0 الريورد بتاعتي بصفر. تمام؟ وهبتدي اتعامل بيها. بصوا كده يا شباب، ادي ال State S0، وهنا ادي الار توتال في البدايه خالص اهيت فاضيه، والريوردز بتاعتي فاضيه. هبتدي اتحرك من الاس 0 تو اس 1. بيقول لحضرتك هنا ايه؟ الريوردز بتاعه الار 1 ار 2 ار 3 دوت ايكوال تو 10. فانا عشان اتحرك من هنا من الانيشال ستيت للنكست ستيت، الريورد بتاعتك 10 اند سو اون. طيب all rewards after this are equal to 0. الريوردز بتاعتي هنا في الابزوربنج ستيت هتبقى 0. ماشي؟ طيب تعالى كده نشوف، هيبقى عندي هنا R واحد، هبتدي أروح هنا. تمام؟ طيب يبقى هنا الريورد بتاعته 10. طيب التوتال هيبقى summation من T zero T صفر إلى التايمنج بتاعي وال RT هيبقى هنا 10. طب عشان أنتقل من S واحد إلى S اتنين هنتقل بريورد 2، أوكي؟ فالريورد بتاعته هتبقى 10. تمام؟ بس التوتال ريورد هيبقى 10 زائد 10 هتبقى كام؟ المفروض 20 أهوت، أوكي؟ طيب discontinued هنا الريتيرن بتاعي، ببتدي استعمل هنا انا حطيت الجاما ب9 من 10، وابتديت ارن الايه الايكويشن بتاعتي دي اللي هو السمشن فور التوتال. اوكي؟ طيب الار 3 لما تروح هيبقى هنا اتي التوتال ريتيرن 30، بناء على ده كده ال 10 و10 و10 يبقى كده ال 30. طيب انا لما هاجي احسب على التوتال بتاعي هنا discounted ريتيرن بتاعي بناء على الديسكاونت فاكتور بتاعي اللي هو الجمع، وابتدي احسب عليه هيبقى هنا. طيب الريورد ار 4 هتبتدي هنا، انا جيت انستق فيها ار 5 ار 6 لحد ار ما لا نهايه، انا هبتدي اقع فيها، فالريوردز بتاعتهم بزيرو، مش هتاثر معايا لان انت بتعمل سمشن ليهم، فمش هتاثر معايا. فالديسكاونتد هنا ريتيرن هيبقى عندي هو فيكسد هنا 24.
تمام. طيب هي هنا التي كان بلا نهاية، والجاما ممكن توصل للواحد. الجاما طبعا لو وصلت للواحد يبقى انا كده يعتبر كأني لغيت الكونتينيون كونتينج تاسكس بتاعتي، فانا ما فيش اي مشكلة خالص عايز تحطها او ما تحطهاش. فهو بيقول لك ان ده مجرد فاكتور لو انت عايز ايه تحدد من الريورد بتاعك. تمام. البوليسي، احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن التاسكات في بسيرك، وفي ان انا ممكن اقف او اقع فيها، يبقى ده كونتينيونج تاسك وهي مكملة ومستمرة معايا. طب تعالى نعرف بقى ايه هي البوليسي. البوليسي لما اللي هو بيحب بيمشي، هو بيمشي بناء عليها. هل في بوليسي بتتحكم فيه؟ بوليسي دوت زي خريطة سير كده او طريقة هو يفكر فيها ويمشي بيها. فانا دلوقتي لازم ابتدي احدد له. تمام. لما الفور بيبقى في البوزيشن دوت، ابتدي اقول له كده ايه هي البوليسي اللي هيمشي بيها. هيبقى عنده سماحية هنا 3 possible actions، اما go up تمام او left او right. يبقى go up او left او right، بس انا في البوليسي هحدد ان انت ما ينفعش go down، اللي هو ما ينفعش get back، ما ينفعش ترجع. تمام. ما ينفعش ترجع، لان لو هو كل مره هقول له هديت له السماحيه ان هو يرجع، هلاقيه كل مره بيستسهل ان هو يرجع، يقول لك انا لسه جاي من هنا ودي كانت بالنسبه لي سيف فارجع ليها. فده مشكله، انت كده ما بتتقدمش، انت كده بترجع لورا. فانت البوليسي بتاعتك لازم تبقى دقيق جدا، انت بتحدد ايه. اوكي. يبقى هنا تعالى بقى شوف البروبابيليتي بتاعته اللي هيمشي بيها. if the mouse هنا wasn't very smart then the probability of it taking هنا for each one action هيبقى تولت، لان هنا الماوس بتاعي مش سمارت كفايه، فلو انا مشيت هنا هي البروبابيليتي تولت تولت تولت. فانا قسمت الواحد الى 3 تلات. اوكي. فيبقى دلوقتي جينا لمرحلة البوليسي، ازاي ابتدي اعرف البوليسي بتاعتي. اوكي. طيب تعالى بقى نشوف ايه تاني. طيب تعالى بقى نشوف هنا. لو احنا قلنا المرة اللي فاتت ان الماوس هنا was not very smart، فهو خلاص قسمهم لايه، تلت وتلت وتلت. اوكي. بس لو الماوس بقى المرة دي can smell the cheese from a somewhere، لو هو بقى قدر يشم ريحة الجبنة دي، هو اساسا الفار بيعتمد على حاسة الشم. اوكي. بس هيبقى دلوقتي البوسيبيليتي بتاعتي او البروبابيليتي بتاعتي مختلفة. هو شمها من ناحية فوق، فيبقى ان انا امشي اب هيبقى هياخد احتمالية نص. تمام. نص دي تعتبر كبيرة مش قليلة. ماشي. طيب بالنسبة للليفت انا ما شمتهاش خالص من ناحية الليفت، يبقى هي سوتس قليلة. طيب لو هي رايت، يعني لو ممكن بقى احتمالية الرايت تبقى 2 على 6، ان انا قسمتها بالايه بالطريقة دي. طيب يبقى انا امشي بيها فين؟ يبقى انا همشي بيها بناء على الاحتمالية الجديدة اللي هي اب. يبقى دوت انا زودت ايه سنة سمارت بتاعي، فده يعتبر افضل معايا، فده يسهل معايا. اوكي. طيب نفس الفكره لما هاجي هنا. ماشي. اسيوم هنا زي ماوس هنا takes an action and goes up. it is now هنا in state S9، يبقى دي الستيت S10 بتاعتي. تمام. دول 4 و4 8 ودي 9 ودي ادي ستيت رقم 10. again we have the same set of possible actions. انا عندي ايه هي الاكشنز المتاحه عندي، اما ان انا امشي right left up. اوكي. طيب ماوس هنا نوع ذات هنا will get an electric shock when it goes left. هو متخيل ان نفس النظام لما كان هنا، هو متخيل ان هو لما مشي هيمشي شمال هياخد ايه شوك، فلما هنا جه هنا خاف يمشي شمال. اوكي. فممكن يخاف يمشي بناء على القديم. and the note هنا when he it goes هنا left and not right. okay like the previous case. فهيبتدي هنا هيعمل ايه، هيخاف ان هو يمشي ناحية الشمال، لان المرة اللي فاتت لما الشمال قال لك في هيجي الكتريك تشوك، فهو هي هنا هيخاف، هو بنيها على ما سبق. طيب دلوقتي الاحتمالية بقى ايه، هو ما هوش عارف يمشي منين، فممكن يمشيها ناحية فوق. طيب
البروبابيلتي بتاعتي او البروبابيلتي بتاعتي المفروض تعرف ان انت ات جيفن ستيت ان انت ما ينفعش تنزل تحت، تمام؟ فبالتالي البوليسي بتعرف لك ايه بقى، بتقول لك البوليسي ما هي البروبابيلتي ذات ديفاين ذا اكشن تيكن باي ان ايجنت ان ا جيفن ستيت، تمام؟ يبقى ده البوليسي. البوليسي هي بتحدد لك انت هتمشي في اي اتجاه، يبقى ده الاكشن تيكن ان ات ا جيفن ستيت بناء على بروبابيلتي معينه، تمام؟ ونفس الفكره ان البروبابيلتي اوف ان اكشن تشينجز فور ايتش ستيت، البروبابيلتي يعني ان انا امشي يمين شمال كانت اعلى من ان انا امشيها وانا تحت، تمام؟ طيب ان انا امشي يمين هي كويسه بس لا تفضل، لان انا لما اجي هنا انا مش هينفع ارجع للستيت دي ومش هينفع اطلع، تمام؟ علشان هيبقى في الكتريك تشوك. فدلوقتي البروبابيلتي طبعا هي بتختلف من ايه، من ستيت الى اخرى. فلما اجي اعرف ايه هي البوليسي، البوليسي باي يبقى ده الرمز بتاعها، بوليسي باي بروفايد ا بروبابيلتي مابينج فور ا جيفن ستيت، تمام؟ if an agent is said to follow a policy boy at time t، يبقى انا عندي دلوقتي الايجنت اللي هو الفور بيتبع بوليسي معينه في تايم محدد، يبقى هنا البوليسي at state معينه for an action is the probability that اللي هي الاي بتساوي عند الاكشن دوت والستيت الست، يبقى ده set of states وده set of actions، يبقى at action a و at s، تمام؟ from set of actions and set of states. set اللي هو زي data structure اللي هو مجموعة من ال states وال actions، اوكي؟ وبالتالي ال policy policy for action A at given state S، تمام؟ هو المجموع او ال probability بتاعة اختيارك ل action معين وال state معينة من at given action set and set of states، تمام؟ فهو ده بيحدد لك هنا الاحتمالية اللي انت هتبتدي تمشي بيها، هي دي البوليسي اللي بتحددها لي، اوكي؟ طيب عندي هنا الـ value function بتاعتي، عندي هنا state value function والـ action value function. ثواني، كان في حد عايز يدخل. حد عنده أي استفسار لحد دلوقتي يا شباب؟ حد عنده أي استفسار؟ حد لسه معايا؟ حد فاهم؟ دكتور. طب فاهمين يا جماعة ولا إيه؟ هو احنا يعني كل ده زي يعني introduction، يعني المحاضرة دي أنا شايفاها ظريفة إنها خفيفة، يعني ما فيهاش ماس تقيلة، وحتى في الحاجات التقيلة الأول أنا حذفتها الصراحة، فهي introduction بسيطة إن شاء الله ليكم، فإن شاء الله خير. خلونا نكمل بقى. احنا دلوقتي واقفين فين؟ عند ال value function، تمام؟ عندي ال عندي دلوقتي ال value، عندي هنا ال state value function وال action value function، اوكي؟ طيب دلوقتي هنا ايه؟ عندي هنا سيناريو تاني ان انا عندي اتنين فور، اوكي؟ starting from initial state is zero، عندي ادي فورين اهوت ماوس A وماوس B والاتنين هيبدأوا يتحركوا، بس انا عندي هنا بقى ايه؟ a total of three cheese slices، تمام؟ remember it cannot هنا come back، يبقى انا دلوقتي الاتجاه اللي انا همشي فيه انا مش هينفع ارجع، اوكي؟ يبقى once it miss هنا a slice it can never eat it، يعني لو واحد فيهم عدى واحدة يبقى خلاص مش هينفع يرجع لها خالص، تمام؟ طيب دلوقتي at initial state الاتنين ليهم الحق ان هم ياكلوا التلاتة، يوصلوا للتلاتة كل واحد فيهم، شوف بقى الطريق اللي يوصلك لتو ماكسمايز ذا بروفيت او ذا ريورد بتاعتك. تعالى بقى نشوف الاحتمالات. دلوقتي ايه اللي هيحصل بقى؟ عندي هنا مثلا ماوس A، ماوس A هنا بدأ يمشي، however هو اللي حصل بقى ان هو يعتبر missed the first slice، اوكي؟ بس هو في النقطة دي ممكن يعمل ايه؟ ممكن ياخد دي، بس لو اخد دي هل هينفع يرجع؟ مش هينفع يرجع، تمام؟ لان لازم ما بينفعش ان هو يرجع، فهو لو اخد دي ايه اللي هيحصل؟ هيحصل له تشوك، يعني هيجي يطلع هيبقى فيها مشكلة، لأن أنا المفروض never return،
طيب يبقى في الحالة دي هنا mouse A however has many more passes to reach the topmost cheese topmost دي، بس هو دلوقتي يعني إما يمشي كده أو يمشي ويلاقيها، فهو دلوقتي في كل الأحوال هيبقى صعب إن هو ياخد غير واحدة بس. طيب تعالى نشوف بالنسبة ل mouse B. mouse B هنا برضو has fewer possible passes to reach the topmost cheese. هنا ده عنده بقى يعني هو هنا بنتكلم عن الموست تارجت دي، فدوت هنا هيجي يطلع هيبقى هو ما عندوش غير هو الاحتمال ده فقط لا غير، لكن دوت عنده اكتر من احتمال ان هو يكمل هنا ويمشي او يكمل كده ويمشي. طيب انت دلوقتي ايه اللي حصل؟ بيقول لك هنا fixed number of actions each of the mouse هنا ends up in different state and both of them missed the bottom most slice، يبقى الاتنين فوتوها ماشي. طيب ايه تاني؟ هتلاقي ان دوت لو اخد دي خلاص كده شكرا، وعنده هنا احتمال بسيط خالص ان هو يوصل لده، بس ده عنده احتمالات اكبر ان هو يوصل لفوق، مفيش اي مشكلة خالص. بيقول لك هنا if more movement implies losing energy getting to the cheese mouse A is essentially getting loser reward set mouse B. بيقول لك هو لو هنتكلم على مستوى الانرجي، لان انت لو هتتكلم على report روبوت مثلا، الروبوت انت عندك الطاقة بتاعتك، فطبعا الطاقة انت هنا تعتبر أبعد عن التارجت بتاعي. طيب لو هتتكلم على مستوى الانرجي يبقى هنا دوت هيفقد طاقته أسرع من دوت، فده ممكن يكمل معاك ويوصل للتارجت بتاعك. فالموضوع كله في الأول وفي الآخر كله احتمالات تمام، وكله بناء على البروبابيليتيز بتاعتك، فانت بتختار الاوبتيمال سوليوشن بقى تمام. تعالى بقى نشوف الريورد بتاعي هتمشي ازاي. يبقى for the same environment and the same set of possible reward تمام the actual reward varies for different states. يبقى ال actual reward بتاعي ممكن تتغير، وده اللي احنا شفناه لما يبقى عندي هنا هما الاتنين بدأوا نفس ال states بس كل واحد الدنيا اتغيرت معايا، وكل واحد لو هنبتدي نحسبها على الانرجي هلاقي ان ده ممكن يوصل اسرع، لكن ده الانرجي بتاعته ممكن ما تكفوش ان هو يوصل للفاينل سلايس. وبالتالي the actual reward هنا good when the agent in particular state is called in state value function or value function for of a state. فانت دلوقتي تبتدي تحسب الفاليو بتاعت الستيت نفسها علشان تبتدي تحسب الايه الريورد بتاعي. فهبتدي اشوف الفاليو فانكشن اوف ستيت البي بوليسي تمام عند ستيت معينه. اوف ستيت اندر هنا بوليسي باي از اكسبكتد تو ريتيرن هنا وين ستارتنج ات اس ذن ذير فور فولوينج بوليسي باي. تعالى شوف لو انت هتتكلم عنها هيبقى الفاليو فانكشن تمام بناء على بوليسي باي for given state هو ال expected result بتاعت هنا ال rewards بتاعتي تمام for a given s from ال ايه ال set of states بتاعي تمام. طيب هي نفسها عبارة عن ايه؟ نفسها ال reward اللي احنا كنا بنتكلم عنها قبل كده تمام، اللي هي ال continuing tasks بتاعي بناء على مجموعة التاسكات اللي هيبتدي يمشي عليها، ده ال expected value بتاعي for a policy point تمام from zero to ما لا نهاية timing بتاعي، وهنا ال reward وهبتدي احسبه تمام for a given state s. طيب ده كده انا ببتدي استعمله ليه؟ علشان ابتدي احسب هنا ال value function، لان انت عندك هنا state معينة دي ال state هتديك هنا value function غير ال state اللي هو واقف عندها هنا، ده يقدر يكمل ده هيحتاج energy اكتر عشان يبتدي يكمل. طيب تعالى بقى نشوف هنا time for some action. تعالى نتكلم عن التايمنج. في هنا mouse A goes left بالنسبة له، هنا mouse B goes up. طيب بيقول لك هنا ايه بقى؟ إن الماوس A still has possibility of taking two cheese slices. ماوس A ليه عنده احتمالية إن هو ياخد two cheese slices، where إن الماوس B يقدر ياخد واحدة بس، ده لو مشي الناحية دي. حلو. طيب ده ممكن ياخدها إزاي؟ إن هو ياخد دي كده ويرجع تاني ياخد دي ويقفل ويترمينيت هنا، لأن هو يعتبر ممشيش الناحية دي. ماشي. ودوت هيمشي واحدة بس الناحية دي كده، ولو وصل لكده هيطلع فوق أو هينزل هيحصل له error. فالموضوع دوت بيقول لك عبارة عن إيه؟ عبارة عن action value function. يبقى إحنا المرة اللي فاتت خدنا ال state value function، هنا ال action value function. Based on the action هنا ال taken mouse A still has possibility of two
cheese slices whereas in the mouse بي يقدر ياخد واحدة بس. طيب وبالتالي for the same state on selecting different actions تمام the reward and agent gets a change. طيب الموضوع ده بيقول لك ان هو action value function، يبقى دوت عبارة عن action value function. طب ممكن ابتدي اتعامل بيه ازاي؟ هيبقى عندي هنا ال value of taking action A تمام of state S under a policy boy is given by. يبقى هنا ابتدي هنا ال Q ده بيعبر عن ال action value بتاعي for policy boy تمام at given state S اللي انت تختارها و action انت هتختاره معين تمام. طيب it is expected to return هنا starting from S taking the action A بناء على البوليسي بتاعتك. هتبتدي تحسب هنا ايه، ادي الاكشن بتاعي اهو الاكشن فاليو فانكشن بتاعي تمام فور البوليسي عند ستيت معينه بناء على الاكشن اللي انت هتاخده. بناء على الاكشن اللي انت هتاخده دوت هيوديك لجيفن ستيت وهيوديك لاكشن جديد تمام. فانت بتحصل على اكسبكتد ايه ريزلت بتاعي او البروبابيلتي بتاعتي برضو بناء على الريورد فانكشن مع الايه الستيت وال الاكشن بتاعي. طيب الكلام دوت بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن كيو فانكشن. كيو فانكشن دوت هو عباره عن ريوردز بتاعتي بناء على الاكشنز اللي انت هتبتدي تاخدها. يبقى انا دلوقتي عندي هنا الفاليو فانكشن والاكشن فاليو فانكشن او الستيت الستيت فاليو فانكشن تمام، ده الستيت فانكشن بتاعتي تمام وده الاكشن. اوكي ده هنا اكسرسايز لو انت حابب تشتغل عليه هتفتح اوبن اي اي جيم. اوبن اي اي جيم بيبروفايد هنا مجموعه من الانفايرمنتس وبيبتدي يحدد لك هنا ستيتس وبوسبل اكشنز اند سو اون. ممكن تبتدي ايه تبني الانفايرمنت وتبتدي مثلا تشوف هنا الماوس جريد وتبتدي تشتغل عليه. هو بعد كل شويه في اكسرسايز بسيط كده لو انت حابب تجرب تدرب ايدك على اللي فات. اوكي طيب تعال بقى نشوف سيناريوز تانية ومختلفة ونبتدي نتعامل معاها. يبقى المرة اللي فاتت اتعاملنا مع الماركوف، ماركوف ديسيجن بروسيس، انت بتختار مجموعة من الديسيجنز بناء على probabilities. اوكي قد تصيب او قد تخيب ماشي. في حلول تانية غير ماركوف؟ اه تعال بقى نشوف الحلول الاخرى غير ماركوف. اوكي هبتدي برضو نفس الاوبشنز اللي عندي، ادي الفور وعندي مجموعه من الايه السلايسز بتاعتي لحد ما اوصل للتارجت بتاعي. اوكي طيب بص هنا بقى ايه هي البوسيبل اكشنز المتاحه للفور دلوقتي. انا عندي اما جو اب او جو ليفت بس. حلو طيب هنا عندي هنا ممكن يقول لك 3 اكشنز ما بين اب وليفت اند رايت. بس المشكله بتبقى في ايه بقى؟ بتبقى في ان انت المفروض ممكن بقى اسيب البوليسي بتاعتي تبقى عايمه خالص واسيبها ان انا عندي سماحيه بالرجوع ماشي، وممكن البوليسي احدد ان انا مفيش ريتيرن مفيش رجوع. اوكي طيب تعالى بص هنا لو انت قررت بناء على المره اللي فاتت ان انت تطلع، لو انا طلعت ايه البوسيبل اكشنز بتاعتي؟ اما اب او ان انا هبقى ليفت تمام. طيب هل في رجوع على حسب هنا؟ لا البوليسي قالت لك انت مفيش رجوع تمام مفيش داون، يبقى انت مفيش داون عندك. اوكي مفيش اي مشكله خالص، يبقى على حسب البوليسي ما هتحدد لك. طيب for each of the options هنا we further هنا let the mouse explore all possible actions. يبقى عند كل مره لو انت هنا في المرحله دي كده يبقى انا طلعت كده وبقيت هنا ايه البوسيبل اكشنز ان انا ممكن ليفت رايت اب وهكذا مفيش داون. طيب هنا هيبقى اب اور ليفت. طيب هنا في عندك الثلاث احتمالات، طب هنا في ثلاث احتمالات وهكذا تمام. في هنا ان انا اروح وارجع تاني، فعلى حسب ما انت هتحدد البوليسي بتاعي ماشي. فكل دي احتمالات انت تقدر تتعامل بيها. كل دوت هنا the number of possible paths quickly cross with each action the mouse takes. طيب كل اكشن انت هتاخده كل مره هتبتدي تتحرك هيبقى في عندي مجموعه من الايه البوسيبيليتيز بتاعتي هتبتدي ايه تزيد معايا. طيب اختار ده ولا اختار ده؟ طب امشي من الناحيه دي ولا امشي من الناحيه دي؟ كل دي احتمالات. طيب وبالتالي هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي هنا we هنا how do we find the possible reward for each path taken and the best path to reach the goal. هبتدي بقى أدور على الأوبتيمال path، أنا عايز أختار الأوبتيمال path عشان يوصلني للجول. يبقى هنا دلوقتي هنوصل ل Pellman equation. Pellman equation هتبقى أفضل من ماركوف لأن ماركوف زي ما احنا شفنا السلايد دي هتلاقي إن الدنيا بتوسع معايا قوي وبتكبر معايا الاحتمالات بتكبر كل ما
الباسس بتعلى معايا، او بمعنى كل ما البروبلم بتكبر معايا هلاقي الدنيا بتوسع معايا قوي. فجه الاختيار التاني هيلمان اكويشن. هيلمان اكويشن برضو بيعتمد على الستيت فاليو فانكشن بتاعتي، تمام، بنفس بناء على بوليسي معينه هبتدي اعمل سبمشن فور اكشنز، تمام، وابتدي اختار بناء على ادي الستيت بناء على اختيار الستيت بناء على اكشن معين، وابتدي احسب بقى بناء على الستيت الجديده والريورد بتاعتي، ماشي، وبناء على الاكشن وابتدي احسب الريوردز بتاعتي. اوكي طيب، والاس داش دي معناها الاوبتيمال ستيت اللي انا وصلت ليها او المفروض اختارها، تمام. طيب تعالى نشوف هنا فيلمان اكويشن بيبقى اللي بيحصل. بيبقى انا عندي هنا ادي الروت، تمام، ده الكرنت ستيت، عندي مجموعه من الستيتس المفروض عايز اوصل لها. يبقى في عندي هنا ستيت اكشن، ذا ايجنت بيكس هنا اني اكشن بيزد اون ذا بوليسي، تمام. يبقى انا اختار اني اكشن بناء على البوليسي بتاعتي محدد لي. طيب هنا هبتدي اختار اما الستيت دي او الستيت دي، طيب اختارهم بناء على ايه؟ بناء على البروبابيلتي والريورد اللي جايه لي. فالنكست ستيت اللي انا هوصل لها بيزد اون ذا اكشن ذا انفايرمنت هنا ريسبوند وذ ذا نكست ستيت اند ريورد اللي هو الفي باي اس. يبقى الفاليو فانكشن بتاعتي، تمام، او الفاليو اوف ستيت ريورد فانكشن بتاعتي اوف ستيت معينه اهوت، هبتدي اعمل سبمشن لل ايه البوليسي بتاعتي فور ان اكشن اند ستيت، تمام، وهبتدي اجيب الكيو. الكيو دوت اللي هو الاكشن فاليو فانكشن بتاعتي، تمام، وابتدي اجمعهم مع بعض وابتدي اختار بناء على البروبابيلتي والريورد العائد معايا، تمام. كل الكلام اللي انا بقوله يا جماعه انا الغرض منه الجنرال ايديا، تمام، الايكويشنز والبروبابيلتيز والحاجات دي لا انا مش هختبرك فيها، تمام. طيب هو بس كل الغرض ان انت تبقى فاهم الجنرال ايديا، مع انها هي البروبابيلتي السهله، بس انا لا ده مش الغرض اللي انا عايزاه، انا بس عايزه اوصل لك جنرال ايديا للار ال وايه اللي بيحصل جواها، تمام. فتاني سوليوشن هو كلمان ايكويشن. طيب كلمان ايكويشن بقى بيعتمد على حاجه ظريفه قوي، الاكسبكتد فاليو اوف هنا ده كده بناء على ستيت معينه هحصل على الريوردز. اوكي طيب انت بتمشي على ايه؟ انا بمشي، انا كنت في ستيت هنا تي بلس 1، بس انا عندي هنا كده هيبقى ايه الريورد بتاعي اللي انا هوصل لها بناء عليها، وده مجموع الريوردز القديمه، طيب بناء على ستيت كذا، وابتدي اجمع واجمع وهكذا. فكل مره تي بلس 1 هيبقى عندك هنا الايه البلس 2 الاختيار اللي بعديه الاختيار اللي هكذا وهكذا. الموضوع ده بيفكركم بحاجه، بيفكركم بالدايناميك بروجرامنج. فيلمان ايكويشن اصلا بيعتمد على الدايناميك بروجرامنج، تمام. فيلمان هنا اوبتيماليتي ايكويشن ده نون لينير، طبعا زي ما انتم شايفين هنا بيعتمد على البروبابيلتيز، وهي كل واحده فيهم ايه متشعبه. الجي تي دوت بيعتمد على الريورد بتاعي، لان اصلا جي تي هو سمشن، انتوا لو تفتكروا في الاول خالص جي تي دوت ده سمشن للريوردز بتاعتي، تمام. طيب بناء على الديسكاونت هنا فاكتور بتاعي وابتدي اتعامل بيه. طيب فالخلاصه ان البيلمان ايكويشن بتاعتي هي نون لينير. طيب ابتدي اسولف ازاي؟ عن طريق هنا اتريتيف ميثودز زي البوليسي اتريشن فاليو اتريشن والكيو ليرنينج، تمام. طيب بيلمان ايكويشن برضو اتفقنا ان هي بيعتمد على الدايناميك بروجرامينج. اوبتيمال سوليوشن تو بي هنا ديسكومبوزد انتو سب بروبلمز. لو تفتكر هنا في الشكل دوت هي عباره عن ايه؟ اصلا هي عباره عن مجموعه من السب بروبلمز اللي هي الستيت اكشن بيرز، وكل بير من دول بيتقسم لمجموعه من الستيتس، وكل ستيتس انا ببتدي احسب ليها الفي باي اللي هي الستيت فاليو فانكشن بتاعتها، وابتدي اجيب البروبابيلتي بتاعتهم والريورد لكل ستيت، وابتدي اتعامل معاهم واعمل لهم سبمشن، ويبقى هنا يقول لي السبمشن بتاعي اللي تحتي ايه وان سو اون. طيب فبالتالي افضل حل للبيلمان ايكويشن ان هو عن طريق هنا الريكيرسيف ديكومبوزيشن، ان انا هبتدي اقسمها لمجموعه من السب بروبلمز. طيب وحساب السب بروبلمز دي ما انا اوريدي استعمل الدايناميك بروجرامينج علشان ابتدي اشتغل بيها. طيب السب بروبلمز دي زي ما احنا درسناها السنه اللي فاتت في الالجوريزم، طيب انت بيبقى عندك ايه مجموعه السب بروبلمز، بتبتدي تحل كل سب بروبلم والسوليوشن كان بي كاشد اند ريوزد. انت خلاص السوليوشن بتاع البروبلمز الصغيره تقدر تخزنه وتبتدي تشتغل بيه وقت ما تحتاجه،
تمام. طيب انت تقدر السوليوشن ده اقدر اشتغل بيه واستعمله في ايه؟ اقدر استعمله في البريدكشن اند كنترول. طيب بريدكشن ازاي؟ given Markov decision process and policy by compute هنا the value function of ال V by. يبقى انت هنا ال MDP اللي هو Markov decision process انت هتبتدي تحسب بقى probabilities بتاع كل مسار او كل state هتبتدي تمشي. طيب لكل sub problem ابتدي احسبهم وخزنهم عندك. هيفيدني في ايه؟ هيفيدني بقى لما اجي احسب ال value function بتاعت ال policy بتاعتي، تمام؟ وابتدي اتنبأ هل لو مشيت المسار ده هيديني value policy كذا، هل ال value دي كويسة، ولا لو مشيت المسار التاني هيديني value افضل فانا امشي المسار اللي بعديه وهكذا. طب تعالى نشوف على الكنترول. كنترول هنا برضو given Markov decision process find the optimal value function بتاعتي. هبتدي اجيب برضو ال optimal دي، ال star دي معناها ال optimal، تمام؟ فور هنا ايه الاوبتيمال بوليسي. يبقى انا عشان ابتدي احسب بقى، انا المره دي انا مش هعدل، لا ده انا هجيب الاوبتيمال فاليو، تمام، دي الستيتس الموجوده اللي عندي، وبعد كده هبتدي احسن في البوليسي نفسها، هعدل عليها، مش هعتمد على البوليسي القديمه، لا ده انا هجيب الاوبتيمال بوليسي. يبقى دي كانت ادتني افضل نتيجه فابتدي اكمل بيها واشتغل عليها، تمام. طيب تعالى شوف بقى البوليسي اتريشن. ايه هي البوليسي اتريشن؟ هبتدي ايفالويت ذا بوليسي. يبقى انت عندك جيفن بوليسي، اوكي، اللي هي البوي، وابتدي احسب ليها الفاليو ات ا جيفن ستيت، وابتدي احسب الاكسبكتد فاليو بناء على الريوردز القديمه فور ا جيفن ستيت اند سو اون. طيب وبعدين then improve the policy by acting هنا a greedy with respect to ال V power. هبتدي ابتدي ايه greedy، استعمل greedy algorithm زي اللي درسناها المره اللي في الترم الاول في ال AI، تمام. ابتدي احسب بقى greedy، وده هنا ايه هات ال optimal policy، بدأ هيديك ال policy الجديد and so on. هبتدي اكمل لحد policy iterations and so on لحد ما ابتدي اجيب هنا ال optimal بوليسي. طيب ايه دي البوليسي ايفالويشن؟ ده كده هنا الستارت، وابتدي احسب ايفالويشن للبوليسي بتاعي، اوكي، واحسب الفي. طيب وبعدين هبتدي هنا اطبق هنا جريدي الجوريزم علشان اعدل من البوليسي بتاعي، اوكي، وبعد كده اعمل لها ايفالويشن اند سو اون ايفالويشن لحد ما يبقى انا هنا كده وصلت للاوبتيمال بوليسي والاوبتيمال فاليو او الستيت فاليو فانكشن بتاعي. طيب ابتدي اعبر عنها هنا ادي اهوت ادي الفاليو بتاعي، وابتدي احسب الفاليو بتاعت البوليسي بتاعتي، وابتدي ايه جريدي واحسن عليها، وابتدي احسن عليها اند سو اون لحد يبقى انا كده وصلت في النهايه ان انا قدرت اعمل كنترول للبوليسي بتاعتي، وقدرت ان انا احسن فيها واعدل عليها، وقدرت اقول ان خلاص الروبوت بتاعي افضل طريق ومسار له والتعليم بتاعه هيمشي 1 2 3، وده افضل حاجه يبتدي هو يتعلم بيها، ماشي. برضه هنا مثلا احنا اتفقنا ده هنا موضوع الايه الايتريشنز اند ايفالويشن. هنا ايه اللي بيحصل عندي؟ هنا كي بتساوي 0، كي بتساوي 0 يبقى ده كده الانيشال، وهنا التارجت بتاعي او التيرمينال بتاعتي، اوكي، وهنا دي ستيتس انا عايز اتحرك لما هوصل هنا. طيب في الانيشال راندوم بوليسي بيقول لك ايه راندوم بوليسي؟ ان انت عندك تقدر تطلع وتنزل في كل الاتجاهات، اوكي. تعالى عند k بتساوي 1، k بتساوي 1 بيقول لك هنا w of state is minus 1، كلهم initial ال states كلها بصفر، تمام. طيب ال reward بتاعك بتبقى minus 1، كل مرة هتديها reward هتبقى minus 1. عندك ال step k equal to 1، k equal to اللي هو الايتريشن رقم 1، اوكي، هيبتدي يحصل تحسين. فالا ايه التحسين هيحصل هنا؟ ماينس 1 ماينس 1 وهكذا وهكذا. طيب يبقى كل دول، طيب ما عدا الايه الستيتس اللي هي 0 و0، دول هنا دول الجراي ستيتس دوت اللي هم التيرمينال ستيتس، واحده فيهم الانيشال وواحده فيهم الفاينل او التيرمينال عادي يعني. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ بص هنا كده معايا البوليسي بتاعتي بقى ايه التعديل اللي حصل ليها؟ ان هنا بقى ده الاتجاه بتاعها وده الاتجاه بتاعها، ان ده تيرمينال، ده خلاص النهايه، انا هوصل لهنا يبقى انا كده انتهيت. نفس الفكره هنا، ده تيرمينال يبقى انا هوصل لهنا، وده هنا هوصل لهنا، يبقى انا اول حاجه عدلت في البوليسي بتاعي. انت في اي مكان تقدر تطلع يمين او شمال، بس مجرد ما توصل هنا يبقى انت تنزل تحت، يبقى انا كده وصلت للتيرمينال اند سو اون هنا، اوكي. طيب عند كي بتساوي 2، كي بتساوي 2 برضو المفروض في هنا صفر يا جماعه. كي بتساوي 2 ايه اللي هيحصل؟ بيقول لك لو انت في النقطه دي، انا واقف هنا
وهبتدي اروح على الستيت الاتريشن رقم 2، ايه اللي هيحصل؟ لو انا مشيت هنا هاخد ريورد ماينس 1، هنا ريورد ماينس 1 اند سو اون، في كل الاتجاهات مش هتفرق معايا، وبالتالي هيبقى هنا الريورد بتاعي سالب 2 اهوت، كل مره الريورد بتزود سالب 2، وهتمشي هنا هي نفسها في كل الاحوال. فيبقى ده كده الابديت بتاعك. طيب تعال بص على البوليسي بتاعي، ايه اللي هيحصل بقى؟ حصل لها ابديت، هو ده الابديت بتاع البوليسي. ماشي، ايه اللي بيحصل بقى لو انا في ستيت زي دي؟ هيبقى ان انا امشي كده او امشي كده، وبالتالي ده هيقربني للتيرمينال ستيت. نفس الفكره هنا، اطلع فوق او انزل تحت، ده هيقربني للتيرمينال ستيت. طيب هنا امشي في اي اتجاه مش هتفرق معايا، اوكي؟ طيب هنا انزل تحت يقربني للتيرمينال، امشي كده هيقربني للتيرمينال اند سو اون. يبقى الغرض من ده كله انا بعمل اتريشنز علشان اجيب احسن واعمل كنترول على البوليسي بتاعي واجيب الاوبتيمال بوليسي علشان توصلني للتيرمينال ستيتس بطريقه افضل. تمام. طيب نفس الفكره بقى، هبتدي اكمل كي بتساوي 3، كي بتساوي 10، لحد كي بتساوي ما لا نهايه مثلا. في كل مره هجيب الايه؟ هجيب الاوبتيمال بوليسي. كل دول بيقول لك دول كده ماشي عند iterations معينة، عند set of values معينة هتوصل ان هي دي الاوبتيمال بوليسي بتاعك. وبالتالي يبقى انت في الحالة دي كل مرة evaluation و greedy، evaluation greedy and so on، لحد ما توصل عند معين، عند number of iterations معين، هيبقى انت خلاص وصلت للاوبتيمال بوليسي، ما فيش تجديد تاني، فيفضل ان انت تقف، ما تفضلش تعمل update تاني وهكذا. تمام. طيب الموديفايد بوليسي اتريشن انستيد اوف هنا لوبينج تيل كونفرجنس، هنا ستوب افتر كي اتريشنز اوف اتريتيف بوليسي ايفالويشن. بمعنى ان احنا هنا يعني ما كانش في داعي ان انا اوصل ل 20 مثلا، وانت اوريدي عند كي بتساوي 10 كنت وصلت للاوبتيمال وتاكدت منه. تمام. فهو ده الغرض. تعال هنا بقى الموديفايد، هنا بيقول لك instead of looping تير conversions هنا stop after k iterations معينة of iterative policy evaluation act greedy، هنا greedy according to the value to get the new policy and continue the process this guarantees the conversions to optimal policy. يبقى كل مرة هبتدي أعمل وهكذا. طيب 1k equal to 1 value iteration كذا. كان في سلايدز تانية وفيها equations تانية، بس أعتقد إن أنا عملت لها هيدم. تمام. طيب يبقى هنا هروح للفاليو اتريشن. الفاليو اتريشن بتاعت الاوبتيماليتي عشان ابتدي احسب الاوبتيمال باث او الاوبتيمال بوليسي عشان ابتدي اتعامل بيها. عندي ادي البوليسي بوي for a given state and action achieves هنا the optimal value from states S ال V by of S. تمام. ال V star دي اللي هي الاوبتيمال value at given states if and only if for ever for any state is store اللي هي ال optimal state reachable from state. يبقى انا في اللي هي ال state او ال desired state بتاعتي اوصل لها. تمام. و achieve optimal value from state S، وادي هنا ال V policy بتاعتي عند ال given state دي هي ال V ال optimal بتاعتي. يبقى انا كده قدرت اوصل لل optimality. ماشي. طيب الـ value iteration can be written as a simple operation that combines policy improvement and truncated policy evaluation. طيب انت هنا تعمل ايه؟ انا iterative application of Pellman optimality equation. كل الكلام ده كله هو Pellman optimality equation. هبتدي اجيب الـ maximum تمام of expected reward بتاعي عند الـ states دي، وابتدي احسب الـ v. تمام. وهبتدي احسب لهم كل الـ states او كل الـ approaches اللي كانت معايا، وابتدي اخد maximum value for the probability at the state new state. تمام. عند given reward. تمام. بناء على ال state القديمة given action أنا أخدته، وابتدي أحسب ال reward بتاعي، وابتدي أشوف، وابتدي أعمل إيه ال value بتاعي، value state equation بتاعتي، وابتدي أحسنها. تمام. طيب ابتدي برضو أعدل من نفسي إزاي؟ قال لك هنا the idea is to work backward through هنا ماركوف ديسيجن بروسيس. هبتدي من تحت خالص من الليفز اللي تحت، وابتدي هنا تو اب عشان ابتدي اعمل ايه؟ احسب الاوبتيماليتي، وان هل الباس دوت كويس ولا لا. تمام. طيب هنا اهوت، وانا عايز اجيب
ال value state optimality بتاعتي عن طريق زي ما قلنا الايتريشنز. هبتدي اجيب هنا تيك زي ماكسيمم، بيبقى انا عندي هنا ده كده البرانش دوت، تمام، برانش ده وبرانش ده، فكل مره بيديني هنا الماكسيمم. انا عندي ده كده واحد وايت اتنين بين ده وبين ده، اختار الماكسيمم منهم وابتدي احسب على البرانش بتاعه. فور نيكست ستيت او نيكست ايتريشن الفاليو كي بلس ال 1 از يوزد، تمام. طيب ات لور نودز هنا كومبيوت ذا روت نود اجين اند سو اون، تمام. وهبتدي اخد من تحت وابتدي اطلع فوق وابتدي اعمل هنا زي ابديتنج للريوردز بتاعي وابتدي اعدل في البوليسي بتاعتي زي ما شفنا. ده هنا لو احنا عايزين نتكلم عن السودو كود بتاعها. طيب في البداية خالص الانيشال بتاعي بزيرو، تمام. لوب فور ايتش ستيت from a set of states، تمام. وهات هنا ال value of the state بتاعي حطها في ال v واحسب ال maximum بتاع ال state ال new state بناء على ال reward for a given state and action، تمام. وهات احسب بقى ال reward بتاعي وال previous بتاعها او ال previous بتاع ال branch كله على بعضه، اوكي. وهات ال maximum بتاع كل branch خد هو دوت واعتمده، يبقى ال v minus ال v بتاع ال state دوت، يبقى هو ده خد ال maximum، يبقى هو ده ال policy الجديدة، تمام. طيب لحد ما هنا ال delta بتاعي او ال value اللي انت وصلت ليها هتبقى اقل من سيتا معينة اللي هو threshold علشان ما توصلش لصفر، او انت بتعمل لها نظام limiting، تمام. طيب يبقى انت كده لحد ليميت معين انت عايزه، يبقى خلاص هو كده انا ببتدي اعمل الابديت بتاعي او ابتدي اخلص. طيب هي الاوتبوت هو ده الديترمينستيك بوليسي، تمام. ادي البوليسي هو يؤول الى الاوبتيمال بوليسي ساتش سات. هنا البوليسي بتاعي هو ارجمنت ماكس الماكسيمم فاليو فور البروبابيلتيز ات نيو ستيت فور ريورد اول، تمام. ات جيفن ستيت اس اند اكشن ايه بناء على اللي انت خدتهم اند بريفيوس ريوردز بتاعتك بتجمعهم، ويبقى هو ده البوليسي الجديده بتاعي وابتدي اتعامل بيها. طيب هو هنا بيحاول يعرفك ايه هي البوليسي اتريشن versus الفاليو اتريشن. بوليسي اتريشن دوت بيبقى البوليسي ايفالويشن بلس بوليسي امبروفمنت هنا اند ذا تو ار ريبيتد اتريتيفلي، اوكي. ببتدي اعمل اتريشن اتريتيف وهبتدي اكمل عليهم. طيب ات از بيزد هنا بيلمن اكسبكتيشن ايكويشن والكمبيوتيشن الترنيتس هنا بتوين فاليو اند بوليسي. بيبقى انا دلوقتي الايكويشنز بتاعتي او الحسابات بتتم بناء على الفاليوز اند البوليسي. طيب every v from the loop corresponds to a valid policy point، يبقى ده كده الايتريشن، اوكي. طيب تعالى بقى شوف ده كده بناء على البوليسي اتريشن. تعالى شوف الفاليو بقى اتريشن هنا فايندنج اوبتيمال فاليو فانكشن. انا بتارجت هنا الفاليو فانكشن بتاعتي بلس هنا one possible one policy extraction، تمام. there is no here repetition of two because هنا once the value function is optimal يبقى خلاص ال policy output is هنا ايه should be also be optimal. خلاص انت مجرد ما هي ال value function بتاعتك بقت optimal يبقى ال policy كمان هي بقت optimal وكده شكرا. طيب هنا بقى based on ايه بقى؟ ده هنا based on Feynman optimality equation، لكن دوت هنا Feynman expectation equation، تمام. طيب each step هنا gives a new value function، ماشي. there is هنا no explicit policy computed each step، واعتمد هو على policy واحدة وكده خلاص. each intermediate value v تمام may not هنا correspond to any valid policy point، تمام. يبقى هو هنا الغرض بيحاول بس ان هو يتعامل على ال value يجيب optimize او ال optimal value function، لكن هنا في الiterative دوت كان بيحاول يعتمد على ال ان هو يحسن ويجيب الاوبتيمال بوليسي. ده هنا فور سمري بسيط بيقول لك هنا لو انت عايز البروبلم بتاعتك بريدكشن ولا انت بتعمل كنترول. لو انت بتعمل بريدكشن يبقى انا هستعمل بيلمان اكسبكتيشن ايكويشن، تمام. وهبتدي اعمل هنا اتريتيف بوليسي ايفالويشن، كل شويه هبتدي اجدد واعمل اتريتيف بوليسي ايفالويشن ليها، اوكي، لان انا بعدل من البوليسي بتاعي. طيب لو انا بعمل كنترول يبقى هنا في على حسب بقى في
كنترولنج هنا ببتدي اعمل هنا بيرمن اكسبكتيشن ايكويشن بلس جريدي بوليسي امبروفمنت عشان احسن واجيب هنا بوليسي اتريشن. او لو انت عايز يبقى ده كده كتحسين للبوليسي، انت بتعدل وتشوف انت هتمشي في يمين شمال فوق تحت اند سو اون. او لو انا بعمل كنترول على هنا ادي بيرمن اوبتيماليتي ايكويشن وانا بحسن من الفاليوز او الريتيرن بتاعي واجيب الاوبتيمال باث وشكرا، انا ما بعدلش في البوليسي، البوليسي زي ما هي بس انا بعدل في الاوبتيمال باث اللي يوصلني افضل واسرع. اوكي طيب ده كان بالنسبه للبيلمان ايكويشن. برضو في هنا برضو افتح الاوبن اي اي جيم تمام، اكتبها بس على جوجل وهيفتح لك هنا، هتنزل منه مجموعه من الانفايرمنتس. في عندك هنا فروزن ليك فيرجن 0 ده شكل الانفايرمنت، وابتدي طبق عليها بيلمان ايكويشن لو انت حابب تجرب حاجه شبه كده. اوكي طيب تعالى بقى نشوف اخر حاجه في الريينفورسمنت ليرنينج زي التمبورال ديفرنس تي دي ليرنينج تمام. تعالى نشوف نفتكر هنا قبل ما اكمل يا جماعه، حد عنده اي استفسار؟ حد عنده اي استفسار؟ لا طيب تعالى بقى نشوف هنا، هنرجع برضو لنفس الايه الانفايرومنت بتاعتنا البسيطة، ادي الفور عايز يوصل للتشيز بتاعي. اوكي زي ما قلت هنا نيو ذا ستيت ترانزيشن هنا probability ذا ستيت اند ذا ريورد. اوكي بات هنا it's highly unlike هنا for an agent know the entire Markov decision process. احنا دلوقتي ايه اللي هيحصل بقى؟ بدل الفور هبتدي احط باندا تمام، ونفس الايه الانفايرمنت. اوكي طيب الجول هيفضل زي ما هو، هبتدي هنا في برضو مجموعه من الكتريك تشوك، وفي هنا ادي الجول بتاع الباندا. اوكي طيب ايه هو بقى الديفرنس بين الباندا والفور؟ الفور كان غبي شويه تمام، كان ممكن يعتمد على حاسة الشم، لكن الباندا المفروض ان هو سمارت تمام، هو سمارت شوية بس عيبه ان هو ليزي شوية كسول تمام. طيب ايه اللي هيحصل؟ بقى الليزي دوت ممكن ايه يقلل شوية من الوصول للتارجت تمام. طيب ايه هي بقى البروبابيليتي؟ البروبابيلتي احنا لما قلنا في البداية خالص ان الفور كان غبي شوية، فكانت الاحتمالية بتاعته ان هو يمشي تلت وتلت وتلت، لكن هنا لا، هنا بقى الباندا want to go up ممكن يمشي يمين او شمال او غيره. طيب ايه هي البروبابيلتي بتاعته؟ انا مش هقدر اتحكم فيها، فهو يقدر يمشي يبقى عنده هنا go for three directions او go for هنا الدايركشنز بتاعته مفيش فيها اي مشكلة، بس البروبابيلتي بتاعته هبتدي احسبها 1 ماينس البي على 3 تمام. طيب هو هيبتدي يقول لك let's try going to left او go up. طيب البروبلم هنا ايه بقى؟ الفاليو اوف البي انها unknown، ان انا مش قادر اتحكم واقول له البروبابيلتي هو هيطلع فوق هينزل تحت هيروح فين، فالموضوع مش قادر اظبط له الماركوف ديسيجن بروسيس بتاعته او البيلمان ايكويشن بتاعته، فبالتالي هيجي هنا لايه للبروبابيلتي بتاعتي عايز اتحكم فيها وابتدي اتعامل معاها. طيب وي نيد هنا ان الترناتيف ذات وركس فور موديل فري انفايرمنت، يعني ايه بقى؟ اوكي يقول لك هنا بالنسبه للباندا تمام، simplest way is هنا to just try the environment and learn from experience. أنا هبتدي أتعامل كده وأشوف برضه. طيب if you say I have infinite lives، يبقى أنت دلوقتي infinite lives يبقى كده الموضوع حلو قوي، هبتدي أنا أجرب يمين في شمال لحد ما أنا هوصل. أوكي طيب temporal difference هنا learning، إيه هو بقى temporal difference learning؟ إحنا اتفقنا إن أنا هنا unlike هنا dynamic programming TD هنا methods learn directly from episodes and هنا it's episodes of experience it is هنا model free. يعني ايه بقى؟ احنا المرة اللي فاتت بيلمان كان بيعتمد على dynamic programming وكان مجموعة من ال branches او ال passes بعتبرها على sub problems،
وكل واحد بحله واخزنه عندي، وبعد كده استعمله كبريدكشن او كنترول بوليسي، احسن من البوليسي، احسن من الفاليو، مفيش اي مشكله خالص. لكن المره دي temporal difference هو موديل فري، ما عنديش اي restrictions، انا ما عنديش حتى dynamic programming، يعني انا بشتغل بقى دلوقتي موديل فري. ايه اللي هيحصل بقى؟ الايم دلوقتي ان انا اجيب الاوبتيمال بوليسي، تمام، الرمز ده اوبتيمال بوليسي، وانا عندي هنا جيفن بوليسي، يبقى انا محتاجه اعدل في البوليسي بتاعتي عشان ايه اجيب الاوبتيمال بوليسي. اوكي، التي دي اللي هو temporal difference هنا يوز generalized policy iteration. الجي بي اي دوت ده عباره عن ايه؟ عباره عن policy evaluation and policy improvement strategy، تمام. يبقى ادي الستارت بتاعي، ويبقى في عندي هنا جزء بيعمل لي ايه policy evaluation، تمام. بيقول لك نفس الطريقه اللي احنا مشينا بيها في الديناميك، احنا ادي policy evaluation وابتدي احسب هنا ال V، تمام. طيب وهبتدي استعمل هنا جريدي الجوريزم علشان احسن من البوليسي امبروفمنت بتاعي، واروح احسب البي برضو مره تانية اند سو اون لحد ما هوصل للاوبتيمال فاليو فانكشن، تمام، او الاوبتيمال في والاوبتيمال بوليسي. يبقى انا كده حسنت وقدرت اوصل للفي اوبتيمال والباي اوبتيمال. طيب اوكي، طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ تعالى بقى هنا على البريدكشن بتاعي، عايز ابتدي هنا اجيب انا همشي ازاي، هبتدي اتعامل مع البوليسي بتاعتي ازاي. التي دي بريدكشن از ا بوليسي ايفالويشن ميثود ذات فايندز ا فاليو فانكشن جيفن اوف ا بوليسي بول. طيب فور ايتش ستيت اس تي وي ابديت ذا فاليو فانكشن بتاعتي، تمام. يبقى الاف اوف الاس تي immediately after transitions to اس تي بلس 1، يبقى ادي الاف ال في الفاليو ستيت بتاعتي او الفاليو فانكشن اوف ذا كرنت ستيت، هبتدي اعمل لها ابديتنج، تمام. طيب هي بتعتمد على ايه بقى؟ بيعتمد على هنا ال في ستيت القديمه بلس هنا ايه ادي الريوردز بتاعتي القديمه، تمام. طيب ده هنا الريورد فور جوينج فروم ستيت اس تي تو اس تي بلس 1، تمام. طيب ودوت هنا ده عباره عن ايه؟ ده الفاليو فانكشن اوف ذا نيكست ستيت اكوردنج تو ا بوليسي معينه، تمام. طيب ودوت ده الـ value function of the current state، ماشي. يبقى أنا بشوف الـ next ناقص مين؟ الـ current اللي أنا واقف عنده، أوكي. طيب مين بقى الألفا دوت؟ ده الـ learning rate بتاعي، ماشي. عادة علشان أبتدي أتعلم حاجة بيبقى أنا عندي هنا الـ learning rate. الـ learning rate ده بقى how much of the error should we accept and therefore adjust our estimations toward about. اوكي، يبقى ده زي الألفا اللي احنا بقى عارفينه عادي في الـ learning rate من الـ AI بصفة عامة. طيب الجزء دوت بقى، الجزء ده عبارة عن ايه؟ ده الـ expected return based on the policy، تمام. طيب ايه بقى هنا الـ term ده برضو minus الـ V دوت ده called هنا TD error. يبقى الجزء ده لوحده ده كده هنا ايه الـ expected return value. طيب الجزء ده كله على بعضه، ما انت بيبقى الـ expected minus rate زي الـ y داش ناقص الـ y، ده كده مقدار الـ error الـ TD error، اوكي. طيب انت دلوقتي هنا ادي ال state ال value بتاعت ال state بلس ده مقدار ال error، هتضربه في مقدار ده اللي هو الالفا، هتضربه في ال error اللي ناتج، تمام. طيب ايه هو بقى ال input بتاعي؟ ال input هيبقى the policy point to be evaluated، اوكي. طيب هبتدي اعمل initialize لل v of ال s for all s ينتمي لل set of states، تمام. طيب وفي البداية خالص الـ value of the terminal بتاعتي هي بصفر، ماشي. طيب initialize الـ state، أول state هو هبتدي فيها، وبعد كده loop for each step of episodes، هبتدي أعمل إيه action، تمام، هبتدي أختار action من الـ policy بتاعتي for given state، يبقى ده الـ action بتاعي، أختار الـ action أهو، وابتدي أعمل take الـ action وشوف بقى observe الـ reward بالنسبة للـ state الجديدة next state. طيب وبعدين ابتدي احسب بقى ادي الـ value of the state plus هنا ده كده اللي هو الـ state reward plus الـ state اللي هو الـ reward minus او الـ expected value او الـ new value minus الـ ايه القديمة، هيطلع لي مقدار الـ error اضربه في الـ alpha، تمام، واجمع عليه. يبقى انت كده جبت الـ value of the state، وابتدي اعمل update بقى الـ state الجديدة اللي انت كنت واقف عندها to initial state أخرى، وهكذا until ايه الـ states بتاعتي is terminal اللي انت وصلت ليه النهاية بتاعتك وخلصت. يبقى ده كده الـ approach بتاعي. temporal difference backup بقى هنا لما تيجي تحب تمشي او ترجع backup عشان تعمل update لنفسك وانت دلوقتي تبتدي تشتغل عليه، يبقى ادي الـ return ادي الـ state plus 1 لحد ادي الـ return back عشان ابتدي اعمل
evaluation لنفسي، تمام؟ وهل اللي أنا عملته ده صح ولا غلط؟ طيب تعالى بقى تيدي كنترول. كنترول بوليسي امبروفمنت ميثود، هنا فايند اوبتيمال بوليسي باي اكتنج جريدلي هنا ويز ا جيفن فاليو فانكشن بيزد اون ا بوليسي باي. يبقى انا عايز ابتدي احمل ايه؟ ابتدي عايز اعمل كنترول، مفيش اي مشكله خالص. طيب ايه هي بقى الميرور بروبلم ان ذيس ابروتش؟ هنا وي يوز ستيت اوف ذا ستيت فاليو فانكشن اللي هي الدي اس زين جريدلي امبروفمنت زي ما شفنا قبل كده عشان احسن في البوليسي بتاعتي. طيب هي المشكله ايه تاني؟ ان الفي اس ده ريكوايرد هنا موديل of Markov decision process لأن هو أساسا معتمد على الماركوف. أوكي وابتدي أحسب هنا ال probability تمام for new state تمام والreward at a given state for a given action تمام، وابتدي أحسب ال probability بتاعها وبناء على مجموعة ال states هختار هنا ال maximum reward بتاعي ويبقى هو ده ال policy الجديدة بتاعتي. طيب الموديل free environment ال B اللي هي probabilities بتاعتي unknown، هي دي المشكلة ان المودل فري انفايرمنتس بتاعتي ان هي unknown. طيب we can هنا only evaluate the model but not improve it، يبقى انت يا دوب هتبتدي تعملها بس مش قادر تحسن عليها. اوكي طيب ابتدي اعالج الموضوع دوت ازاي بقى؟ قالك في موديل اسمه السارسا. سارسا دوت اللي هو التي دي كنترول ده، سارسا ده عبارة عن state action reward state action تمام. طيب ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الـ action value function الـ Q at a given state for a given action for both policy evaluation and improvement عشان ابتدي احسنها واقيمها. اوكي طيب ايه هي بقى الـ steps بتاعتي؟ ادي الـ policy بتاعتي تمام، عشان ابتدي احسن عليها بختار هنا الـ maximum بتاعي of a of the action value function for a given state and a given action وابتدي اخدها وابتدي احسن عليها. طيب ادي هنا الستارت فور عندي الكيو، المره دي بقى مش هيبقى البوليسي بس، لا ده انا عندي الكيو اللي هو الاكشن فانكشن بتاعتي مع البوليسي وابتدي اعمل لهم ايفالويشن وابتدي احسن هنا تمام. طيب وبعدين هنا جريدي عشان احسن البوليسي بتاعي وابتدي احسب الكيو فانكشن بتاعتي تمام and so on لحد ما ابتدي احسن فين، احسن الكيو لحد ما في النهايه خالص هبتدي اجيب الاوبتيمال بوليسي في هنا باي ستار اللي هي البوليسي اوبتيمال. اوكي فاينالي اللي بيحصل بقى there is هنا a way for me to figure out the best route to reach my pump اللي هو البامب عايز يوصل لسيكوند البامب لو تفتكروا البروبلم بتاعته ايه. حلو مش not so fast. اوكي تعالى بقى نشوف، تعالى نشوف بقى السوليوشن ايه اللي هيحصل. هيبقى عندي هنا one major issue with the greedy approach is that هنا for the deterministic policy we may never visit some state action pairs تمام. في بوليسي معينه في حاجات انت مش هينفع خالص تزورها او تمشي فيها تمام. طيب الاكشن فاليو فانكشن بقى ايه الميزه فيه؟ will not برضو be updated because which is a policy will not improve with experience. انت ما عندكش experience كافية. طب ايه الحل بقى او ايه الافضل؟ قال لك عندي هنا with probability واحد ناقص الابسلون choose greedy action. طيب with probability epsilon choose a random action. انا حسب بقى يبقى انت عندك مجموعة من الايه explorations ابتدي اشوف بقى epsilon معينة for a given epsilon probability ابتدي اختار اما greedy or a random action حيث ان الابسلون دوت هو عبارة عن greedy algorithm. اوكي تعالى بقى شوف كده on policy TD learning. on policy learning دوت ده عبارة عن الاكشن value تمام او الاكشن equation بتاعتي اللي هي الكيو. هبتدي اعمل ايه بقى؟ اتفقنا ان انا عندي greedy algorithm وهبتدي اجرب و try and error. اوكي on policy بقى ده بيبقى active learning. يعني ايه active learning؟ يعني انت عندك البوليسي وانت عملت ايه try and error. اوكي تعالى بقى نشوف كده the value function are updated using results from executing actions determined by some policy. These policies are usually soft and non-deterministic. ماشي طيب ايه هو بقى meaning of soft هنا in this scene؟ هنا ensure there is always an element of exploration to the policy. يبقى انا دايما عندي حاجة ان انا ابتدي اوصل ليه. طب انا علشان اوصل للستيت دي اصلا I'm almost there only هنا ناقص ايه بقى؟ ناقص ما لا نهايه ناقص 500 ابيسود تو جو. يبقى انت معنى كده ان انت اساسا مشيت 500 ابيسود عشان توصل او 500 مره عشان تقدر توصل للبوزيشن ده
طبعا الموضوع ده مكلف ومرهق جدا. تمام، سارسا اللي هو اسمه ايه، ستيت اكشن، ستيت اكشن ريورد، ستيت اكشن. اوكي، بيقول لك بقى ان سارسا هو شغال اون بوليسي. اون بوليسي ان هو ايه، ستيت اكشن، ان انت هنا هتبتدي تحسب الايه، الاكشن، طب امشي الناحيه دي، طب امشي الناحيه دي، اند سو اون، اللي هو ده. تمام، طيب تشوز جريدي ولا تشوز راندوم اكشن، وهكذا. يبقى ده الاون بوليسي. والسارسا بيعتمد على الاون بوليسي ليرنينج، وهو يعتبر زي اكتيف ليرنينج. انا هتحط في الموقف وهو تراي اند ايرور، وابتدي اشتغل وابتدي احسب الاكشن فاليو، وابتدي اعمل هنا ابديت للبوليسي بتاعتي وابتدي اتعامل معاها. طيب الاوف بوليسي تي دي بقى، الاوف بوليسي ده يعتبر افضل. ايه هو بقى الاوفلاين بوليسي او الاوفلاين ليرنينج؟ ده هنا ليرن ديفرنت بوليسيز فور بيهيفير اند استيميشن. طيب ايه الميزه بقى بتاعت الاوف بوليسي؟ هنا these algorithms can update the estimated value function using hypothetical actions this which have not actually been tried. اوكي، طيب ال agent tried using هنا اوف بوليسي method may end up learning tactic اللي هي التكتيك that didn't necessarily exhibit during the learning phase. طيب بص كده، مش نفس الديجرام دوت احنا شفناه مع الفور لحد ما وصل لهنا؟ طيب الباندا اتفقنا هو سمارت شويه، فقال لك ايه بقى، تو تايرد، ام جاست واتش اند ليرن وات تو دو. انا اشوف، انا هقف كده اتفرج لحد ما اشوف الفور كان هنا، لحد ما اشوف ايه الاخطاء اللي هو عملها لحد ما وصل لهنا. فهو ده الاوف بوليسي. تمام، انا اسيب غيري يعمل الحاجة وبعد كده أنا هشوف أنا هو اتعملها إزاي، وبعد كده اتعلمت منه وأروح اتعلمت من أخطائه وأروح أعمل الموضوع ده. الأوف بوليسي دوت كيو ليرنينج. كيو ليرنينج دلوقتي واخد شعبية كبيرة قوي، وهو يعتبر أشهر حاجة في ال reinforcement learning. أوكي، تعالى بقى نشوف الكيو ليرنينج. الكيو ليرنينج بقى بيعتمد على ايه؟ ده عباره عن اوف بوليسي الجوريزم فور تمبورال ديفرنس ليرنينج. الكيو ليرنينج هنا دوت ليرن ذا اوبتيمال بوليسي ايفن وين اكشنز اور سيلكت اكوردنج تو مور اكسبلوراتي اور ات ايفن راندوم بوليسي. تمام؟ طيب احنا عندنا هنا we have two policies, a current policy called behavior policy mu. تمام، and target policy boy. تمام، طيب we want to update given هنا that you are in a state ST, choose an action A for T plus 1 من ال mu اللي هو مين، ال behavior policy. طيب وبعد كده choose an action ال A dash. تمام، from ال policy اللي هي ال target policy boy. طيب وبعدين هبتدي اعمل ابديت للكيو اللي هي الاكشن الاكشن ايكويشن بتاعتي فور الاس تي اند الاي تي. تمام، الستيتس والاكشنز towards the alternative action target. اوكي، فابتدي بقى اخد هنا ادي الكيو فور اس تي والاي تي. تمام، وبرده هنا ده الاكسبكتد ستيت اللي انا هروح لها ناقص الايه اللي انا الحاليه علشان اجيب مقدار الايرور واضربه في الفا. تمام، وبعدين هبتدي اخد مقدار الايرور واجمعه عليها وابتدي احسب الايه النيو ستيت بتاعي واشوف الدرجه. طيب نفس البروسيجر بتاعي، ادي السودو كود نفس اللي احنا عملناه لحد ما قبل كده، انيشاليز الايكويشن بتاعتي، ايكويشن اكشن بتاعي فور ستيت اس and A for all states ينتمي للست of states وال A ينتمي لست of actions. تمام، طيب وعندي هنا ال Q of eternal، طبعا هنا بتساوي صفر ال action value بتاعي. اوكي، طيب loop for each episode، هبتدي اعمل initialize S و loop for each step of episode. هختار هنا action for S. تمام، given by policy derived هنا from Q for S، وحطها ادي اختار action حطه، وبعدين take الاكشن واوبزرف بقى هنا الريورد واللي ايه والنيو ستيت، وبعدين ابتدي هنا برضو ادي الاكسبكتد كيو الاستيميشن بتاعي ده الاكسبكتد ريزلت بتاعتي، واطرح منها القيمه الحاليه علشان اجي وبعدين اضربها في الالفا، ويبقى انت كده جبت مقدار الايرور المسموح، واعمل ابديت وانتقل من الاستيت الحاليه الى نيو ستيت انتل هنا الاس اس تيرمينال لحد ما تبتدي تخلص عندك خالص. اوكي، كل الكلام ده كله بقى ابتدي جمعه. تمام، وحطه في تيبل.
ماشي، يبقى الريزلتس بتاعتك دي هنا this can هنا visualized as a table with rows as state and columns of possible actions. تمام، each cell هنا represents the action value corresponding to the state and action، وده المعروف بالcube table. يبقى ايه؟ دي مجموعة الستيتس عندي من S1 لحد Sn، وعندي مجموعة الاكشنز. لو انا في S1 وخدت A1 يبقى انا هيبقى عندي هنا الريورد بتاعتي 10. طيب هنا A2 هيبقى سالب 2 كذا وهكذا. تمام، طيب ايه اللي المفروض اعمله؟ انا عندي S1 اهوت، يبقى المفروض اختار الاعلى ريورد بالنسبه لي، فده هيبقى 10، يبقى ده اعلى حاجه اختار اكشن 1 اللي هيديني البيست بيرفورمانس. اوكي، طيب انا مثلا عند مين؟ S3 عندي 5 و6 و1 من 10، يبقى انا اختار S3 عند اكشن، اختار اكشن 2 بالنسبه لS3، ده هيديني البيست. اوكي، يبقى الـ output of Q learning هو عبارة عن Q table with rows of states and columns of possible actions. تمام، each cell هنا represents the action value corresponding to that state and action. حلو، the agent هنا then refers to lookup table. يبقى أنا هبتدي أبص على التيبل بتاعي دوت وأشوف هنا إيه هو البيست بتاعي. consider the agent is at أو is in state S3، at the state S3 أهوت. تمام، وال agent refers to Q table. أوكي تمام، تعال بص كده ال Q values بناء على ال actions. عندي 5 و6 وزي ما اتفقنا 1 من 10، يبقى ال argmax اللي هو الماكسيموم value بتاعي هيبقى هي عند action 2، يبقى أنا أختار action 2، يبقى هو دوت اللي هيديني best performance وأبتدي أخطوه. حلو، الكلام ده بالنسبة للكيو بتاعي. حلو، بص كده معايا، التيبل اللي احنا شفناه قبل كده كان تيبل صغير خالص. طب لو الانفايرمنت بتاعتي كبرت معايا، يعني ايه كبرت معايا؟ يعني انا عندي مجموعة الستيتس بتاعي، ادي الروز كام؟ 100,000. 100,000 في 100,000، التيبل بتاعك اللي هو 100,000، ان انت تسيرش في 100,000 في 100,000، فالموضوع هيبقى صعب قوي. تمام، فان انت تسيرش في التيبل الموضوع مش لطيف خالص. تمام، طيب instead we train a functional approximator such as، احنا بقى instead احنا ممكن بقى نعمل ايه؟ نستعمل neural network with parameters theta. تمام، وعلشان ابتدي اعمل estimation لل Q values بتاعتي، يبقى انا كده هبتدي اربط ال RL مع ال neural network. عن طريق مين بقى؟ عن طريق هنا ادي ال الكيو ليرنينج. حلو، هنبتدي بقى نشوف بقى ديب كيو نتورك الجوريزم. ديب كيو نتورك دوت ديفلوبد باي ديب مايند، ديب مايند ان 2015. على فكره ديب مايند يا جماعه هي الفا جو، في 2015 و2017 بدا الريبوت يهزم اشطر لاعب في لعبه الفا جو، ودي كانت حاجة يعني أذهلت العالم في الفترة دي. أوكي، النقطة التانية، ديب مايند يا جماعة هي اللي اخترعت شات جي بي تي من شهرين ثلاثة، وديب مايند دلوقتي هي عاملة ال environments اللي بقولكوا تنزلوها، تقدروا تنزلوها منها وتبدأوا تلعبوا أو تجربوا فيها. أوكي، المهم ان الديب كيو نتورك دوت ديفلوبد باي ديب مايند 2015، هو قدر يسولف هنا رينج اوف اتاري جيمز، الجيمز بقى بتاعت اللي هي زي سوبر ماريو، السوبر هيومن ليفل، الحاجات دي كلها بقى بدات تستعمل هنا ري انفورسمنت ليرنينج مع ديب نيورال نتورك، الاثنين مع بعض لما جيتهم مع بعض. الري انفورسمنت ليرنينج ما بقتش مجرد ماركوف او ستاتستيكال ابروتشز او حتى جيناتك بس، لا خالص، تم دمج بقى الديب نيورال نتورك، والموضوع بقى واسع قوي، الموضوع بقى ظريف قوي، وبيديك ريزلتس كويسه جدا جدا جدا. طيب يبقى دلوقتي ايه اللي حصل؟ ان الديب كيو ان، ديب كيو نتورك اللي حصل هو عباره عن ريبليس الستاندرد كيو تيبل باي ديب نيورال نتورك which maps هنا the environment states to actions. هاخد ايه بقى؟ ادي الديب نيورال نتورك، هاخد منك مجموعه من الستيتس، مجموعة الأكشنز المتاحة. تمام، وهبتدي أعمل ترين عليهم، وهطلع لك هنا الـ possible هنا الـ Q functions بتاعتك بناء على الستيت وأكشنز معينة. حلو،
طيب no problem with this. هنا if we want to update the policy then we would like to try all possible actions. يبقى احنا في الحالة دي محتاجين نعمل training اكتر 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 وهكذا و train in network بتاعتي in the times. وبالتالي يبقى انا هطلع هنا ادي مجموعة ال states بتاعتي وابتدي اجرب اهوت واطلع هنا ال possible Q functions for each state تمام for possible actions تمام. وبعدين هختار اللي يديني هنا زي classification بالظبط، ده اداني نسبة أعلى يبقى هو دوت الأكشن ده اللي هختاره، ده اداني نسبة أعلى يبقى هو دوت وهكذا. لو تفتكروا classification زي كان بيطلع بيبقى عند زي soft max كده ويطلع لي هنا probability أعلى واختار اللي الايه الداتا بتاعته هتبقى أعلى. يبقى هنا اختار maximum Q value gives هنا the policy. طيب بعدين هنا هنا to train the network we need some data. الداتا جت هنا اسكت باي اكسكيوتنج ذا راندوم بوليسي اوف ذا انفايرمنت فور ا فيو ستيبس. بعد كده ريكورد ذا اكشنز ستيتس اند ذا ريتيرن تمام. طب علشان ابتدي احسب بقى اللوس اللوس ايكويشن بتاعتي في الانفايرمنت بتاعتي بتاعت النيورال نتورك هيبقى ادي التارجت اللي انت عملته ادي الريورد بلس الماكسيموم الداتا اللي انت اخترتها وهطرح منها ال ال data predictions أو data الريل بتاعتك تمام زي ال y star minus ال y تمام ال predicted minus ال ايه ال actual ماشي. وخد هنا ال absolute ليها واعمل التربيع بتاعها. يبقى ده كده ال q loss بتاعي ال loss value بتاعت ال ايه neural network بتاعت ال deep q n deep q network ماشي. برضو نفس الفكرة برضو هنا افتح ال open AI gem تمام واختار الـ environment اللي هي frozen lake وابتدي بقى اطبق المره دي Q value عليها. ده كده as an exercise اوكي. يبقى تاني يا شباب الـ RL الـ RL بداية عندك environment agent مجموعة من الـ states مجموعة من الـ actions وبتبتدي تتعامل معاها. أول حاجة خالص ظهرت كان الـ deep كان الماركوفيان MDB ماركوفيان ديسيجن بروسيس. بعديها حصل تطور بيلمان ايكويشن. بعد بيلمان ايكويشن حصل بعد كده السارسا اللي هو الستيت اكشن بوليسي ستيت اكشن ريورد ستيت اكشن تمام. وبعد كده الكيو ليرنينج. حاليا الكيو ليرنينج هو واخد ده اوف بوليسي يعني انت حاجات اوريدي اتعملت قبل كده وانا باخدها وبتعلم منها وبجرب عليها تمام. الفا جو از ذا نيم اوف ذا موديل اي بليف نوت اجين. مش فاكره اسمها ايه اللعبه يعني ما علينا. المهم هي جو يا دكتور الموديل كان الفا جو واللعبه جو جو اوكي. على فكره يا جماعه انا مش بلعب انا مش شاطره في الجيمز فيعني المهم حاجه بس انا كنت حابه اقول لكم عليها التيتوريال دي ظريفه قوي. الشخص ده يا جماعه هيشرح لكم من البدايه خالص الديب رينفورسمنت ليرنينج تمام. مش بيشرحه كله هو هيشرح بس الفكره بتاعه الانفايرمنت والايجنت والستيت واكشن بناء على بوليسي معينه. وبعد كده هياخدك هنا لتيتوريال عملي تمام. هيبتدي هنا ينزل انفايرمنت ماشي. ادي الموضوع اللي بنعمل بيها ويبتدي يعمل هنا كود ليها تمام. ويبتدي يعمل تحسين وفي الاخر خالص يبتدي يشوف هنا الباندول بتاعه او الداتا بتاعته هي بتشتغل ازاي ماشي. انا حابه ان انتوا تجربوها بايديكم. دي للناس اللي حابه تجرب يعني. بالنسبه للتيتوريالز والحاجات دي انا مش بطلب منكم حاجه صعبه، انا بقول لكم الحاجات دي موجوده وانا شايفه انها ممكن تفيدكم تمام. اللي حابب بس يجرب او حابب يمد ايده في حاجه ويشوف الدنيا ماشيه ازاي تمام. ككورس بقى يا جماعه ككورسات ال RL يعني بالعبيط قوي على اليوتيوب يعني ممكن تلاقوا حاجات كتيره جدا 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 وفي كورسات كتيره قوي. دي نقطه. النقطه الثانيه في الكورس دوت جوجل ديب مايند اهوت، ده كورس ظريف قوي وخفيف ماشي. هنا ماركوف اهو ديسيجن بروسيس وبعد كده ثيوريتيكال دايناميك موديل فري بريدكشن فانكشنز. يعني لو حد حابب يتعمق في اي حاجه ممكن يبقى يبص عليه
تمام. الكورس ده ظريف، انا مش طالبه منكم اي حاجه، انا مش طالبه منكم خالص، بس انا لو حد حابب يتعمق. ستانفورد برضو حاطه مش الليكتشر بقى بتاعت الكورس اللي احنا شغالين منه، لا خالص، عامله كورس كامل للار ال، تمام. وجامعه البرتا تقريبا عامله كورس محترم قوي، مش فاكره على كورسيرا ولا على يوديمي، برضو للار ال. بس عامة يعني اللي انا بعتلكوا دوت يعني اعتقد ان هو ظريف برضه. في جامعة بيركلي، بيركلي برضه عاملة كورس ظريف عن ال RL. المهم، المهم حتى ده كويس اهوت، في watch lectures، في مجموعة lectures دي مشروحة، ممكن لو حد حابب يستعين بيها. تاني يا جماعة، اللي انا عملته دوت مجرد introduction، انا ما تعمقتش، وفي حاجات في السلايدز برضو حذفتها، مش ما يهمنيش التعمق قوي، بقدر ان انا انتوا تاخدوا فكرة، خدوا فكرة عن الحاجة، تمام. بالنسبة للامتحان بتاعها، لا مش عارفة، بس انا هرفع لكم السلايدز وهحاول بقدر الامكان يكون من السلايدز، تمام. انا كده يعتبر خلصت معاكم الستة ليكتشرز بتوعي، والجزء اللي انا كنت حابه ان انا اديه لكم، الحمد لله ان انا يعني قدرت اوضح لكم ولو فكره عامه عنه. فاتمنى، اتمنى ان شاء الله يعني تكونوا استفدتوا، واتمنى اكون ضيفه خفيفه مبقاش تقيله قوي عليكم. وتاني لو حد عنده اي استفسار، انا ما عنديش اي مشكله ادي 6 مواعيد تانيين اضافيين واشرح فيهم كل اللي انتوا عاوزينه. الحاجات اللي فاتت لو حد عايز اي حاجه فيها، انا ما عنديش اي مشكله خالص، اتفقوا مع بعض كده وشوفوا عايزين ايه ونشرح لكم تاني. ولو انتوا عايزين اجزاء محدده بس، ما عنديش اي مشكله خالص، ممكن برضو نبقى ايه اتفقوا مع بعض وعرفوني، ما عنديش اي مشكله في اللي انتوا عاوزينه. اوكي، كل اللي يهمني بس تبقى انتوا ملمين بالدنيا فيها ايه. الحاجات اللي انا قلتها، حد عنده اي استفسار يا شباب؟ حد عنده اي استفسار؟ حد عنده اي استفسار؟ بالنسبة لدرجة أعمال السنة لسه ما نزلتش لحد دلوقتي. مجرد باشمهندس محمود بس يخلصها هيرفعها لي أو يرفعها معاكم، أنا مش هرفعها على السيستم غير لما برضو تشوفوها، تمام. أعمال السنة المفروض درجات المتر، والمفروض إن أنا كنت طالبة منكم assignment، وباشمهندس محمود أعتقد عمل لكم كويز أو اتنين مش فاكرة. عايزين اعمل لكم كويز اونلاين، انا ما عنديش اي مشكله برضو. يا ري طب اتفق مع اخواتك. طيب ماشي، ف ده كده اللي انا اعرفه، اعتقد ان هو كان بعت لي حاجه شبه كده. تمام، ثواني. كويز واتنين تاسك ومتر، ده كده اللي باشمهندس محمود بلغني بيه، تمام. فتابعوا كده يا جماعة التاسكات، اتنين تاسك مش تاسك واحدة، عشان انا بتفاجئ بلاقي طلبة بعتين حاجة واحدة، او يعني شوفوا كده تابعوا ايه التاسكات اللي كانت مطلوبة. كانت بعته على ايميل الباشمهندس محمود صح؟ مفيش مشكلة، باشمهندس محمود اللي هيستلم منكم الحاجات دي. أيوة. فانتوا، انا بقول لكم الحاجات اللي انا هستلمها من باشمهندس محمود اهوت، كويز واتنين تاسك ومتر، تمام. أيوة. عايزين كويز اونلاين، انا ما عنديش مشكلة هعمله واجهزه ليكم، فلو انتوا عايزين عرفوني، مش عايزين خلاص انا ما عنديش اي مشكلة برضه، هكتفي بالكويز واتنين تاسك ومتر. اوكي، يبقى دي كده اعمال السنة اللي انا هنتظرها من باشمهندس محمود، لو حد عنده اي مشكلة يتواصل معايا ويشوف هيظبط تسليماته ازاي. تمام كده يا شباب، انا لسه ما استلمتش منه. تمام، فانتوا قدر يعني ظبطوا كده معايا. تمام ماشي يا باشمهندسين. تمام يا دكتور. اوكي، حد عنده اي استفسار في الماده؟ حد عنده استفسار في اي حاجه يا شباب؟ يعني اقدر افيدكم باي شيء؟ سؤال لسه يا دكتور.